بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. وأيام ولحظات من الأمل والترقب ورسائل وفرحة ومؤازرة وكل شيء جميل من التتش إلى رادس. أنا حرقت لك العنوان بس عجبني قوي وسرقته، على فكرة العنوان ده أنا سرقت نصه من مقالة الأستاذ إبراهيم بكرة في الأخبار. أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وهذا الموعد الذي يتجدد معكم دائما في برنامجكم ملك وكتابة. هي بالفعل لحظات مهمة، لحظات ترصد تأكيد الأهلي على قيمة ما يملكه ولا يملكه الآخرون. وقت الجد بيظهر الأهلي بجد. أعتقد هي لحظات فيها اختبار حقيقي لمعدن لاعب النادي الأهلي، لجمهور النادي الأهلي، لأنه اللي حصل امبارح في مدرجات ملعب مختار التتش في النادي بيأكد على مدى وعي هذه الجماهير، مدى التزام هذه الجماهير، مدى حرصها على فريقها، مدى قدرتها على الانضباط العام. كل هذه الحشود تخرج في صورة جميلة جدا، بل بالعكس يمكن كان بينهم وبين رجال الأمن من التعاون والود والاحترام المتبادل ما ساعد بإذن الله تعالى على عودة أصحاب المدرجات إلى مكانهم بإذن الله. شونس، الحقيقة امبارح على قدر التخوف وعلى قدر الغموض واللغط اللي حصل حول السماح للجماهير، من عدم السماح للجماهير، وكنا كل ما نخشاه إن ما يكونش فيه تنسيق ولا يكون فيه تنظيم لاستقبال هذا الحدث المهم اللي كنا نتمناه جميعا. ولكن من أن فتحت أبواب النادي الأهلي للجماهير أن تدخل استاد التتش، حتى رأينا ما أبهرنا جميعا. رأينا جمهور بينظم نفسه في طوابير وبدون تدافع أو تزاحم. رأينا علاقات من التعاون والحميمية بين رجال الأمن وبين هذه الجماهير. رأينا دخول منظم جدا جدا، لدرجة أن المدرجات ما كانتش بتتملي بشكل عشوائي، كان كل ما يتملي مربع يتفتح المربع اللي بعديه. ثم رأينا رسائل من داخل التدريب ومن داخل المدرجات مملوءة بالود، مملوءة بالحماس، مملوءة بالوعي السليم لدور الجمهور، مصالحة مع الجهاز الفني، مصالحة مع اللاعبين. ولكن هناك الكثير من التفاصيل اللي هناخدها كرسائل هامة من استاد التتش. إبراهيم، الحقيقة حلقة مهمة زي ما قلت لحضراتكم، فيها أربع عناوين أبرزها: رسالة من التتش إلى رادس، وقت الجد تظهر الجميلة بجد، زيارة جديدة تعيشك يا أهلي، وأخيرا اشتغلنا بقى. عموما دول الأربع عناوين اللي في حلقة النهاردة اللي هتتابعوا من خلالها كل اللي حاصل في تونس، وبنحاول نرسم بعض الخطوط البسيطة الصغيرة لما يمكن أن يحدث بإذن الله تعالى مساء السبت. لنتمنى إن شاء الله تعالى في الثامنة مساء السبت بتوقيت القاهرة في استاد رادس، ومع بداية هذه المباراة المهمة للأهلي والترجي، تكون المسألة بإذن الله في أفضل صورة يتمناها جمهور الأهلي، وتنتهي النهاية السعيدة إن شاء الله بتأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري الأبطال. بس أنا قبل ما نخش في تفاصيل عايز الفقرة بتاعت اشتغلنا بقى. قد يقول قائل الله دي مترحلة من كذا حلقة، هي حقيقي، بس هي بتحوي كل التناقضات وكل التربص وكل وبتتراكم، فهي فقرة ما بتقدامش، بتحدث نفسها. نرجو أن نصل إلى أن احنا نديكوا بعض النماذج منذ بداية وما قبل الدوري حتى الآن، عشان نشوف الناس اللي بتشتغلنا بقى كل ما تجيلها الفرصة. المهندس محمود طاهر رئيس النادي بيعبر عن شكره وترحيبه بالسفير المصري في تونس السفير نبيل الحبشي، اللي حرص على استقبال البعثة فور وصولها النهاردة ظهرا إلى مطار قرطاج في تونس. البعثة وصلت ظهر الخميس، كان بدأ التجمع في المطار والإقلاع الساعة 6 صباحا. وجه المهندس محمود طاهر كل الشكر للسفير المصري ولكل رجال السفارة
على ما يقدمونه من دعم ورعاية ومساندة وتذليل كل العقبات للبعثة في تونس. أنا بس عايز أعلق على يعني حسم هذا برضو الغموض، وحسنا فعل رئيس النادي أن رافق هذه البعثة، لأن وجود حد على أعلى مستوى في البعثة بيبقى مهم جدا جدا في مثل هذه المباريات التي تحتاج أحيانا إلى قرارات لا يملكها إلا حد بحجم رئيس النادي. حسنا فعل الأستاذ محمود طاهر أن رافق الفريق، وبإذن الله يعود بالنصر ونكمل مشوارنا بإذن الله إلى البطولة. الجهاز الفني ألقى محاضرة فنية على اللاعبين قبل بداية المران اللي شغال دلوقتي، يمكن دلوقتي حالا مران الأهلي الأول في تونس بدأ منذ حوالي نصف ساعة، وقبل منه الكابتن حسام البدري اجتمع مع اللاعبين اجتماع خفيف عشان يوزع عليهم بعض المهام التكتيكية. وإن كان من الواضح أنه الكابتن حسام البدري حسم أموره التكتيكية من هنا، يمكن ده التدريب اللي بدأ منذ قليل في تونس، وبكرة إن شاء الله تعالى هيتمرن الأهلي على وش السعد على ملعب استاد رادس اللي هيشهد هذه المباراة. واللي قلت لحضراتكم في تقرير الحلقة الماضية قد إيه العشب الأخضر بتاع رادس أهلاوي، وإزاي كل زيارات الأهلي إلى رادس كللت والحمد لله بنجاح، وإن شاء الله مساء السبت تكتمل منظومة التفاؤل الكبير بإذن الله. كابتن أحمد أيوب المدرب العام للأهلي أكد هو الآخر على صعوبة المهمة، وقال النتيجة اللي انتهت بيها مباراة برج العرب خلت مباراة رادس مهمة وصعبة على الفرقتين، ويمكن حتى اتفق معاه الكابتن حسام البدري لما صرح لوسائل الإعلام التونسية فور الوصول أنه أيضا الترجي وإعلامه ومدربه الكابتن فوزي البنزرتي يدركوا صعوبة المباراة على الفرقتين. مش عايزة مناقشة. فرقتين كبار، ده على النهائي مبكر. يعني مش عايزة مناقشة ان هذه مباراة صعبة على الفرقتين وليست مستحيلة على أيهما. يعني برضو الإغراق في التفاؤل، التفاؤل مهم، ولكن الإغراق في التفاؤل كنتيجة وحيدة لا يقبل سواها برضو أنا يعني عايز أحذر منه. احنا أهم حاجة نظهر باحترام، نؤدي اللي علينا مظبوط، نؤدي برجولة، والتوفيق من عند الله سبحانه وتعالى. ده يكفينا ان احنا باذن الله التوفيق حلفنا، واذا لم يكن يبقى عملنا ما يبعث الاحترام. ايضا الكابتن احمد ايوب اشار الى ان الحضور الجماهيري الكثيف اللي كان في ملعب التتش امبارح في المران الاخير للفريق، قال ان هو كان له مفعول السحر في التهيئه المعنويه الهائله للعيبه وللجهاز الفني وشحن المعنويات الى اعلى درجه عشان الناس كلها تسافر تونس وهي في أفضل حالاتها النفسية، خاصة بعد الهزة اللي كانت أعقبت التعادل مع الترجي في برج العرب. المهندس سمير عدلي مدير العلاقات الخارجية في النادي هو الآخر بذل مجهود كبير الحقيقة لما سافر إلى تونس قبل البعثة عشان يرتب كل هذه الترتيبات في استقبال الفريق، وكان معاه الكابتن سيد عبد الحفيظ. المستبعدون من الاهلي بقى عن رحله تونس دول بيأدوا تمريناتهم في الملعب يا باشمهندس؟ مش عارف ليه كلمه مستبعدون انا ما بحبهاش، ما هو في ناس باستمرار تبقى موجوده. هم مش مستبعدون ولا حاجه، المتواجدون بالقاهره، لان في منهم ناس مش مقيدين افريقيا، في ناس منهم مصابين. فما فيش يعني، لكن طبعا اللي هم باكي اللي هم هالامبي وعمرو بركات واحمد ريان واسلام محارب وايمن اشرف ومروان محسن، دول موجودين في القاهره يؤدوا التدريبات، بعضهم تدريبات علاجيه وبعضهم بيكمل استكمال اللياقه. طيب باكا بقى لاعب الاهلي الجنوب افريقي استدعاه منتخب جنوب افريقيا علشان ينضم الى منتخب الاولاد اللي بيخوض المرحله اللي جايه بعض او احدى المباريات الرسميه لمنتخب جنوب افريقيا. باكا او مهاليمبي عارفين حضراتكم متعاقد مع الاهلي 4 سنين، وهيسافر يلعب مع منتخب بلاده اللي هيواجه بوركينا فاسو يوم 7 اكتوبر ان شاء الله في تصفيات افريقيا المؤهله لكاس العالم. يعني الراجل بمجرد ما انضم للاهلي اصبح لاعب دولي على طول. هو لاعب دولي في المنتخب الاولمبي، لكن طبعا الاهلي لو تتذكر احمد فيليكس، احمد فيليكس كان جاي من نادي درجه تانية
اكتشفه النادي الاهلي، حصل على خدماته، وصل انه لعب كاس العالم مع غانا ولعب دوره اولمبيه كمان. أي. فهو النادي الاهلي طبيعي ان يكون بوابه منطقيه للفرق الاولى. لعيب زي ده ما يبقى في منتخب جنوب افريقيا القوي لا بيطمنا باذن الله. ولكن من الاهلي الى المنتخب، ماذا لديك؟ هكتور كوبر المدير الفني بيطمئن من المهندس ايهاب لهيطة المدير الاداري للمنتخب على مواعيد وصول المحترفين. ما شاء الله عندنا 14 او دلوقتي كمان 15 لاعب محترف في قائمه كوبر اللي بيستعد بيها للقاء الكونغو يوم 8 اكتوبر ان شاء الله. اطمئن ايهاب لهيطة على مواعيد وصول المحترفين تباعا. يمكن المجموعه السعوديه بقى، المجموعه المحترفه في الدوري السعودي عصام الحضري ومصطفى فتحي ومحمود كهربا ومحمد عبد الشافي في حال جاهزيته وانضمامه هيجوا يوم 28 و29 سبتمبر الجاري ان شاء الله. انتوا عارفين ان معسكر المنتخب المهم والاخير يبدا 2 اكتوبر. احمد المحمدي بقى واحمد حجازي ورمضان صبحي المجموعه الانجليزيه ومعاهم كريم حافظ وتريزيجيه هيجوا يوم 1 اكتوبر، بينما النجم الكبير المتالق محمد صلاح ومحمد النني ومعاهم سام مرسي وايضا المحترف في جنوب افريقيا عمرو جمال هيجوا يوم 2 اكتوبر اليوم الاول لبدايه معسكر المنتخب اللي باذن الله تعالى يكون معسكر التاهل. عارفين حضراتكم تقريبا حفظتوا احنا هنلعب مع الكونغو يوم 8 اكتوبر في برج العرب، قبلنا بيوم 7 اكتوبر هتلعب غانا مع اوغندا. تكسب غانا او تتعادل نتأهل مباشرة في تاني يوم لو كسبنا الكونغو إلى كأس العالم بإذن الله في روسيا، وما نبقاش محتاجين المباراة الأخيرة للمنتخب في نوفمبر مع غانا في كوماسي. رقم واحد لازم تكسب الكونغو. آه. هو ده اللي مصيرك اللي في ربط إيدك. ربط الكلام. مصيرك اللي في إيدك ماتش الكونغو، لازم تكسبه. كوبر ضم بالمناسبة عمر جابر لاعب المنتخب المحترف في بازل السويسري، كان يمكن الاختيار الاول ما خدهوش المره دي خده. رجع ضمه قال ان الحقيقه الراجل ماشي بشكل كويس مع بازل وروحه جيده جدا. هو لعب اخر ماتش كاساسي يعني. لاعب محترم وجد يعني باذن الله تعالى يستفيد منه المنتخب منه ومن كل اللعيبه ان شاء الله. واصل المشكله عندنا ان اليمين متكدس. يعني الشمال هو اللي عندك فيه مشكله. لكن الناحيه اليمين متكدسه، حظ وحش عمر جابر يعني. لو هو بيلعب ناحيه الشمال كان مؤكد هيكون موجود. اليمين احمد المحمدي واحمد فتحي. طبعا. وهو وعمر جابر. وعمر جابر هيبقى ثالث. الناحيه الشمال هي اللي فيها مشاكل. في عبد الشافي لوحده، واعتقد هو ضم ايمن اشرف وعنده فرصه للمشاركه اساسيه في ما هو المفضله دلوقتي غالبا هتبقى بين ايمن اشرف وكريم. كريم حافظ. يعني هي ما بين ده في حال ان عبد الشافي يتاكد عدم مشاركته. ما هو مش يعني حتى عبد الشافي انا مش شايفه في حالته اللي من السنه اللي فاتت مستواه قل شويه. لا قل حتى هو دلوقتي ما بقاش اداؤه حتى مع فرقته زي الاول يعني. لكن بقيه العناصر ما شاء الله احنا 15 لاعب محترف يا باشمهندس. كويس يعني كويس وحش يعني برضه هو بص يا استاذ ابراهيم من زمان وانا مختلف على فكره ان المحترفين دي نقطه ايجابيه. انا كنت شايف ان المحليين كل ما مستواهم بيتالق خصوصا لما هم يبقوا متصنفين انهم يقدروا يحترفوا بره، لكن وجودهم بيدي نوع من التجانس ونوع من الاداء العنيف، لان انت لما تكون محترف بره ما بتلعبش بانتظام غير لما تكون قاعد هنا وانت نجم في فرقتك وبتلعب بانتظام. فارجو ارجو ارجو يعني ان احنا المره دي الحقيقه يعني مش عارف احنا قريبين قوي يا استاذ ابراهيم، مش قادر اتخيل باذن الله. وحتى يعني مع مجموعه المحترفين المسابقه المحليه بتاعتنا باديه بدايه قويه، تقدر تقدم او ياخد منها كوبر اللي هو عايزه قدر الامكان. هيلاقي في بعض المراكز لو اتفرج فعلا برغبه في التدعيم، لا كل مباراة هيلاقي فيها عناصر واعدة وعناصر تقدر تدعم صفوف المنتخب حتى وإن كانت الخبرات الدولية تبقى أقل شوية، لكن مباريات فيها قدر كبير من الندية. النهاردة شفنا الديربي البترولي بتروجيت بيكسب إنبي في ملعب إنبي في بترو سبورت 2-0، ودي نتيجة كانت هايلة جدا. على فكرة هو ملعبهم هما الاثنين ملعب مشترك.
النصر كمان اتعادل مع سموحه، يعني سموحه بكل الامكانيات والنصر العائد للدوري حديثا اتعادلوا 1-1 وكان سموحه متقدم. ففي بقى يعني انتفاضه بقى الفرق اللي كانت السنه اللي فاتت البعض شايف ان هي اقل، حتى الانتاج الحربي مع الكابتن مختار بيتعادل النهارده او حتى الان متعادل مع مصر المقصه وصيف الدوري الماضي 0-0 حتى الان والمباراه شغاله. لكن بتروجيت قدم عرض رائع جدا في مباراه كانت مثيره الحقيقه مع امبي، وكان ممكن تخلص بثلاث اضعاف الجنين اللي جم. عموما مبروك للكابتن محمد يوسف المدير الفني اللي بتروجيت، وبالمناسبه يوسف اخر مدرب اهلاوي فاز بدوري الابطال. ما هو حسام 2012 ويوسف 2013. حاجه جميله زي عصا القياده، يعني مانويل جوزيه يحقق البطوله بنتائج عاليه جدا، يسلم عصا القياده لليور بتاعه حسام البدري فياخد البطوله، حسام البدري ياخد البطوله فيسلم العصا عصا القياده لمحمد يوسف فياخد البطوله. جميل، وكانه سباق تتابع. ملاحظه كويسه. وصور اهي في اخر دي بطوله 2013 اللي كان الاهلي بيقوده فيها الكابتن محمد يوسف. كابتن يوسف مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير يا كابتن ابراهيم، ومساء الخير يا كابتن عادلي عليكم، كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانت طيب، ومبروك المكسب النهارده. كل سنه وانت طيب. العام الهجري والعام الدوري برضه، ما الدوري العام والعام الدوري. والله هو الدوري ده كل اسبوع لازم تكون كل سنه وانت طيب بعد ايوه يعني. لكن انا سعيد معاكم ان اكون معاكم النهارده، والكابتن عادلي وحشني جدا والله. يعني حاجه جميله جدا ان انا اكون معاكم النهارده في ملك وكتابه، من احلى البرامج اللي عدى على قلبي جدا. ربنا سمعت المقدمه اللي انتوا قلتوها ان اخر بطوله افريقيه، وان مستر مانويل سلم العصا القياده للكابتن حسام البدري، وبعديه كابتن حسام البدري توليت قياده الفريق. لكن انا عايز اكد ان الاساس في الثلاثه هو النادي الاهلي، يعني لابد صحيح نؤكد تماما الاساس في كل هذه البطولات هو النادي الاهلي، وكيان النادي الاهلي وادارات النادي الاهلي والمناخ اللي بيتوفر في النادي الاهلي يساعد اي مدرب على تحقيق البطولات، خاصه يا كابتن محمد ان تحقيق البطوله كان باجيال مختلفه. طبعاً يعني طبعاً اجيال مختلفه، اجيال مختلفه. وكابتن عادلي لو حضرتك رجعت على مدار الانديه، سوري، على مدار الاجيال كلها، هتلاقي ان كل جيل بيحقق بطولات. لان زي ما بقول لحضرتك الاساس هو النادي الاهلي، المناخ اللي بتوفر في النادي الاهلي، السيستم اللي شغال بيه النادي الاهلي، كل الحاجات دي بتساعد بشكل كبير جدا على جمهور النادي الاهلي، عامل مشترك في جميع البطولات. كفايه شفت كلنا وكل مصر كلها شافت ازاي الجمهور جه للفريق في استاد التتش. الحاجات دي بتحرك الحجر زي ما بقول، فمش معقوله مش هتحرك لعيبه النادي الاهلي في رادس ان شاء الله يوم السبت ان شاء الله. مؤكد ان احنا هنتكلم معاك كتير في جزئيه المباراه وتصورك والسيناريو اللي انت ممكن تتوقعه ليها، لكن مش عايزين نفوت حقك في ان احنا نبارك لك على ماتش النهارده وعلى فوز بتروجيت وعلى البدايه الحقيقه اللي انت عاملها. الى اي مدى انت شايف طموح فريق بتروجيت يصل لفين السنه ده يا كابتن يوسف؟ بص يا كابتن ابراهيم، انا عشان اكون صريح معاك، انا مش هتكلم على طموحات، انا هطلع خطوه بخطوه، يعني انا هشتغل خطوه بخطوه. مش عايز اتكلم على حاجات مستقبليه، انا عايز اتكلم على كل مباراه دوري، انا ما بفكرش ايه اللي بعدها. كنا كل تركيزنا النهارده في مباراه بتروجيت، لان عانينا قدام المصري وخسرنا، وقدام الداخليه اضعنا الشوط الثاني كم فرص وطلعنا متعادلين، فكان كل تركيزنا على مباراه النهارده. انا باخد كل مباراه بمباراتها، هي دي المباراه، ما بفكرش هلاعب مين بعديها. دلوقتي انا خلصت المباراه، فكل التركيز على طنطا، بدرس الفريق، بشوف ايه الاختيارات المناسبه، هنشتغل ازاي على فريق طنطا. فكل مباراه بشتغل عليها، مش عايز اتكلم على طموحات، احنا لسه بدري جدا. احنا مفترض ان احنا عملنا فتره اعداد كويسه جدا، ضمينا بعض العناصر اللي مميزه تقدر تضيف لفريق بتروجيت عن السنه اللي فاتت. ان شاء الله بنعمل حاجه، يعني تعديلات في اللائحه، بحيث ان احنا نزيد من الحوافز بالنسبه للاعبين، ونزيد الدافعيه، ونزيد الحماس، ونزيد الرغبه في الفوز دائما، سواء بره او جوه. الحاجات دي كلها
شغالين عليها، وكل مباراة واخدينها بمباراتها زي ما بنقول يعني. يعني أنا ملاحظ كمان حاجة كابتن، ده حاجة غريبة، التفوق لبتروجيت على أولاد العام ظاهرة، يعني بتعملوا معاهم ماتشات دايما جميلة جدا، وأظن يعني النتائج تميل بكثرة لبتروجيت يعني على إنبي، على إنبي. ما هو أنا بقول أولاد العام والله. هو عشان اكون صريح معاك، السنه اللي فاتت مثلا اتعادلوا رايح جاي، يعني اتعادلوا في بتروجيت 1-1 وتعادلنا 0-0 في السويس، لان ملعب بتروجيت السويس، استاد السويس مش بترو سبورت. فالفريقين طبعا بيمثلوا قطاع بترول وقطاع محترم وقطاع كبير، دي يعني دي دوره كبير جدا في الاقتصاد المصري، وفي نفس الوقت كمان دي دوره على مدار الـ على في الرياضه. يعني انا عايز اقول ان انبي سبق قبل كده وفازت بكاس مصر مرتين، يمكن بتروجيت ما كانش ليه حظ، انما صعد للدوره الرباعيه في 2014 وكان قريب جدا انه يعني يخش، لكن ما وفقش في الدوره الرباعيه. لكن في النهايه هم بيمثلوا قطاع محترم جدا وقطاع كبير اللي هو قطاع البترول. وبالمناسبة احنا بنتمرن في نفس الملعب، يعني احنا تمريننا في بترو سبورت. ما انا ولسه بقول لابراهيم يعني، لكن كل الاحترام ليهم، وانا بقول لهم هارد لك النهارده وكابتن طارق. هو انا ليه بقول دي يا كابتن محمد؟ عشان الناس يعني تفهم يعني ايه تنافس شريف والفير بلاي، رغم ان الناديين من قطاع واحد، كان دائما انبي هو اللي بيبقى سابق خطوه ناحية البطولات، لكن عمر بتروجيت ما نزلت ولعبت وفي ذهنها انها تساعد او تتهاون. نفس العلاقة اللي بين المقاولين العرب والاسماعيلي، وده شيء بيحترم جدا جدا للعيبة المصريين والمدربين المصريين الحقيقة يعني. لا لا طبعا، مفيش، كل مدرب وكل فريق بيبحث عن التفوق وبيبحث عن النتيجة وبيبحث عن ثلاث نقط. المباراة النهاردة كانت مباراة قوية جدا وبين فكرين مختلفين، لكن احنا الحمد لله وفقنا النهارده، ويعني يمكن الشوط الثاني كمان مع اندفاع انبي للهجوم على اساس التعويض، فتواجد مساحات كبيره جدا، يعني كان ممكن ان بيكلي كمان يحرز اهداف، كان ممكن كريم طارق يحرز اهداف. لعيب كويس قوي بيكلي ده. بيكلي طبعا، شميس بيكلي من العناصر المميزه، لعيب كويس، السنه اللي فاتت كان ظاهر بمستوى كويس، السنه دي ان شاء الله عمل فتره اعداد كويسه وان شاء الله نرجع للنادي الاهلي يا كابتن. انت عايش الاجواء، اجواء انك يعني ايه تبقى في نتيجه بطوله متوقفه على مباراه. هل انت تشعر ان شخصيه النادي الاهلي واحده، يعني ما بيتهزوش، الامل لا يفقد، وان هم الناس بتبقى دائما مفعمه بالامل والسعي الى تحقيق هذا الذي يبدو صعبا؟ كابتن عادل، بص اقول لحضرتك على حاجه واكد لك، احنا بدانا، انا كنت مدرب عام مع كابتن حسام بدري في 2012، وبدانا اعداد نفسي بعد المباراه على طول في برج العرب 1-1 لما تعادلنا بكون سيد حمدي. ايوه. بدانا نتكلم مع اللعيبه ساعتها ان يا جماعه في دقيقه ثانيه في رادس ان شاء الله هناخد البطوله من هناك، هنرجع بيها من هناك، وقد كان. يعني انا عايز اقول لك ان انا مطمن، يعني مطمن بشكل كبير، طبعا الكوره ما فيهاش اطمئنان زياده عن اللزوم، لكن انا مطمن لان هي انا شايف الظروف هي بدل 1-1 2-2، فتصعبت عليك اكتر، وانا شايف فرقه النادي الاهلي كل ما الظروف بتصعب كل ما الحماس بيزيد، المخزون يطلع وكل ما فرقه النادي الاهلي كابتن عادل وانت اكيد عارف كابتن ابراهيم، كل ما الصعوبات بتزداد عليها كل ما بيقدروا يطلعوا اكتر. ودي يمكن بانت في 2012، كان الدوري واقف، ما كانش فيه كوره في مصر، كان الدنيا واقفه، وكان النادي الاهلي هو اللي بيرسم السعاده والفرح على جمهور مصر كله. كذلك في 2013 كان الفريق الوحيد اللي بيلعب كوره في مصر هو فريق النادي الاهلي. كانش فيه دوري ولا كانش فيه اي ماتشات. صحيح. هو برضو اللي بيرسم البسمه والسعاده في 2013 اورلاندو بايرت، او 2012 الترجي بالسوبر مع الصفاقسي في 2014، ومع ليوبار في 2013، يعني اربع بطولات قاريه في سنتين ما كانش فيهم كوره في مصر. انا عايز اقول ان انا متفائل جدا جدا يعني. ان شاء الله. وعارف ان كابتن حسام البدري، وعارف ان الجهاز كله بالكامل، لانه خلي بالك برضو الجهاز
يعني احمد ايوب موجود كان معانا في 2012، طارق سليمان كان موجود في 2012، سيد عبد الحفيظ موجود في 2012. الناس دي عاشت الاجواء، الخبرات دي كلها عاشوها، وعرفت الثقه اللي احنا كنا فيها في الفندق قبل ما نروح الاستاد بتاع رابط. ازاي بنتحرك جوه الفندق، ازاي في ثقه، لما تبص وشوش اللعيبه مع بعضها هتبص تلاقيهم، انت بتشعر بتاخد انطباع من وشوش اللعيبه قبل المباراه بيوم يومين ويوم المباراه. هل اللعيبه في ارتباك، هل في خوف ولا في ثقه، في اطمئنان، في حته اللي هي الثقه مش زايده، الثقه محفوفه بس بحته خوف شويه، او مش عايز اقول خوف، تركيز في المباراه اللي يطلق عليها تركيز في المباراه. فانا متفائل وشايف ان شاء الله الاداء اللي اديناه في برج العرب المباراه ال 2-2 اعتقد بشكل كبير جدا هي دي هتدينا افضليه على فريق الترجي، لان يعني الاداء اللي اديناه كان كفيل ان احنا نطلع فايزين في مباراه الترجي. لكن كره القدم فيها اخطاء وفيها احداث كثيره، وكل مباراه كل مباراه ليها ظروفها. بس انا شايف ان مباراه رادس هيبقى جمهور الترجي هيبقى يعني عنصر ضغط على فريق الترجي وعلى فوز البنزرتي بشكل كبير. كابتن يوسف، فوز البنزرتي يمكن من المدربين اللي بيبقوا متحفظين شويه، هل تتوقع السيناريو بتاعه فعلا يدافع ويحاول يامن موقفه بحيث ان التعادل في صالحه، ولا تتوقع ان هو يسعى لمكسب؟ لا، انا اتوقع ان هو مش هيتحفظ. مش هيتحفظ. لو تحفظ والنادي الاهلي خد منه اليد العليا في المباراه، اكيد انا شايف بنسبه كبيره ان هيخسر، لان الفريق اللي هيلعب بتحفظ او يعني هيلجا للدفاع من اول المباراه هيبقى مش في مصلحته خالص. المباراه دي متوازنه، يمكن انا قلت قبل المباراه الاولى الدور ده بالتحديد مع الترجي واهلي 180 دقيقه، ما لهمش هي 180 دقيقه بالظبط. فاللي انا عايز اقوله ان الجيم اللي هيتلعب في رادس هيبقى جيم مفتوح وجيم من الفريقين، في توازن دفاعي هجومي، هجومي دفاعي، في تكلفات دفاعيه وهجوميه للفرقتين، لان النادي الاهلي مطالب ان هو ما يلجاش للدفاع، مطالب ان هو يضغط على فرقه الترجي، بس طبعا بالضغط بالمناطق المعينه، ضغط وسط ملعب او ده ما يعملش ضغط متقدم عشان ما يوجدش مساحات في خط ظهره، بلس او بالاضافه لي ان يشتغل بتوازن من بدايه المباراه. كل الحاجات دي انا اعتقد ان هم عاملين لنا حساب كبير جدا وعارفين كويس قوي ان احنا بنلعب ملعب رادس كره متوازنه، كره هجوميه، ما بنخافش او ما بنلجاش للمناطق الدفاعيه ونتحفظ. فانا متفائل جدا، ولازم الكابتن حسام البدري والجهاز كله بالكامل، مالناش دعوه خالص بن شريفيه هيلعب او ما يلعبش او عنده اصابه، لان هم بيفيدوا الجيم ده بشكل كبير جدا وبيعرفوا ينزلوا في الاخبار وينزلوا في الاعلام، وعملوها معانا في 2012، قال لك مساكني مش هيلعب، وبعد كده يوسف مساكني لقيناه في الملعب. فيعني انا عايز اقول ان احنا مركزين مع فريق الترجي بصرف النظر بن شريفيه هيلعب او الخنيسي مثلا هيلعب او مش هيلعب اللي هو المهاجم. الحاجات دي كلها ما تفرقش، يعني ما تفرقش، انت في النهايه بتلعب الترجي، عايز تعدي دور يلعب فيه ما يلعبش مش فارقه يعني. صحيح. عموما كل التوفيق باذن الله يا كابتن محمد. شاكرين جدا. انا متفائل وان شاء الله النادي الاهلي هيفرح مصر وهيفرح جمهوره كالعاده يوم السبت ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا للكابتن محمد يوسف، المدير الفني لبتروجيت والمدير الفني السابق للنادي الاهلي. شفنا اثناء الحديث المهندس الكابتن محمد يوسف التدريب. ايوه. وشفنا المهندس محمود طاهر وهو موجود في التدريب، واعتقد في اشخاص جنبه ممكن يكون حد منهم السفاره. التمرين انتهى ومعنا الان على بس الهاتف. بس انا عايز اقول ملحوظه الاول يا لحظه واحده. انا لاحظت ان الاضاءه في الملعب في التمرين ما كانتش كويسه. في هو ملعب تدريب اصلا وافرد. يعني المفروض الاضاءه كانت تبقى حتى الناس يعني تحس انها في ربع اضاءه، ورغم كده نسمع بقى مين اللي ملعب تدريب. عموما هنطلع نشوف الزميل امير هشام موفد قناه الاهلي الى تونس، وهو يستضيف الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، ويتحدث الكابتن سيد على اجواء تونس واجواء المباراه واستعداد الاهلي لمباراه السبت. نشوف الحوار.
معايا في هذه اللحظات كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. كابتن سيد برحب بيك في البدايه. الله يخليك، الحمد لله. عايزين نتكلم طبعا في البدايه، انت كنت متواجد قبل بعثه النادي الاهلي ما توصل، عايزين نطمن على كل الترتيبات لاستضافه بعثه النادي الاهلي هنا في تونس. الحمد لله الامور كانت كويسه. طبعا بشكر سيد سيفرني بالحبشي، والراجل قدم مجهود طيب جدا ورائع جدا، والحمد لله الامور كلها احسن ما يكون الحمد لله. طمنا بقى استعدادات الفريق ان شاء الله، المباراه مهمه جدا امام فريق طيب. خلاص يعني الناس كلها عارفه ان احنا جينا النهارده ودي اول تمرين لينا، بكره ان شاء الله هيكون عندنا ملعب تمرين في ملعب رادس، ان شاء الله عارفين اهميه اللقاء وصعوبته، اتمنى يخرج بشكل يليق بيه. هو نهائي مبكر بالتاكيد، افريقيا كلها مهتميه بيه، مش على مستوى افريقيا بس والعربي كمان، يخرج بشكل فني يليق باسم الناديين ومكانتهم، وفي اطار طبعا اجواء رياضيه سواء كانت في الامور الجماهيريه او الامور التحكيميه. شفنا النهارده سعد سمير يمكن ما شاركش في التدريبات الجماعيه، عايزين نطمن على حاله اللاعبين بشكل عام وايضا على حاله سعد سمير بشكل خاص. سعد ما فيش حاجه خالص الحمد لله رب العالمين، يمكن بس كابتن حسام هو شعر او حس ببعض الاجهاد شويه كده، فكابتن حسام مفضل ان هو يدي له وقت قليل جدا في التمرين يعني. تفائل كابتن سيد ان شاء الله. ان شاء الله الرحمن طبعا، شخصيه اللعيبه وتاريخهم ومباراه كبيره بالتاكيد، كل اللي اقدر اوعد بيه ان ما فيش حد هيبخل بنقطه عرق واحده، وان شاء الله الرحمن نكون موفقين ونرجع بطولات التاهل باذن الله. الرساله اللي الجهاز الفني دايما بيتكلم فيها مع اللاعبين قبل مباراه مهمه زي دي، خصوصا بعد التعادل في مصر طبعا 2-2. لا الرساله هي شخصيه النادي، يعني مكان اسم النادي ومكانته، وفي الاخر انت بتلعب مباراه كبيره، مباراه مهمه ومباراه صعبه، فالمباراه المهمه والمباراه الصعبه يعني بيبقى فيها قدرات وفيها امكانيات بالتاكيد، لكن حاله التوفيق اللي بتصاحبها في اليوم ده يا رب نكون احنا موفقين وان شاء الله الرحمن نحسم البطاقه باذن الله. معلش تعليقك سريعا على حضور الجماهير في المران الاخير للنادي الاهلي، انت ما كنتش متواجد لكن كان في جمهور غفير جدا كان متواجد. اكتر ناس طبعا يهمها ويكون في مصلحتها التواجد الجماهيري بالتاكيد، يعني انت بتتكلم على حجم وكميه وفهم كمان اللي عند النادي الاهلي او جماهير النادي الاهلي من مسانده ومؤازره وتشجيع، ان شاء الله الرحمن باذن الله ربنا يوفقنا ونرجع ببطاقه التاهل ونسعد كل جماهير مصر باذن الله. شكرا كابتن. شكرا. ده كان لقائنا مع كابتن سعد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي، اكيد في النهايه نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي خلال هذه المباراه، ومن ثم ان شاء الله يقدر يفوز ويصعد للدور المقبل ودور نصف النهائي من دوري ابطال افريقيا. كابتن سيد واضح يا باشمهندس عنده قدر من التفاؤل، عاش اللحظات دي اكتر من مره سواء كلاعب او كاداري، وقال لك المؤكد انه كل الناس عارفه ان وقت الظروف ديت شخصيه فريق بحجم الاهلي لازم بتظهر في المواقف الصعبه. ارجو ان احنا نقدم المباراه المنتظره والتوفيق من عند الله سبحانه وتعالى. عايزين الا يبخل احد بجهد، التركيز يبقى مستمر، الالتزام. التركيز هنلاحظه حتى ادي الاتوبيس ده، الاتوبيس بتاع الفريق بعد التمرين، سواء لو احنا شفنا اللقطات والناس رايحه التمرين او هي راجعه من التمرين هتشوف نفس الوجوه اللي عليها التركيز الشديد. اتمنى اتمنى ان احنا نؤدي بانضباط، نؤدي بهدوء ايوه، بدون تسرع لكن بجديه، لان برضو الحماسه الزايده قد تاخذنا الى التسرع واللي هيضرنا. ونسيب بقى الباقي على الله سبحانه وتعالى يوفقنا باذن الله. ان شاء الله. ده اتوبيس الفريق يا جماعه في تونس، والحقيقه الاجواء واضح انها طيبه جدا. مباراه مهمه بتواجه فريق جماهيري كبير جدا في تونس بحجم الترجي، لا هتلاقي لا منغصات ولا مشاكل ولا هتافات ولا معوقات ولا اي حاجه. كثرة عدد اللقاءات اللي بين الأهلي أو الأندية المصرية عامة حتى مع الأندية التونسية ذللت كتير من التوتر القديم اللي كان بيبقى موجود. لا خلاص يعني احنا بنعيش ظروف واحدة تقريبا البلدين. الإجابة تونس. بسم الله الرحمن الرحيم، الإجابة تونس. الإجابة تونس بإذن الله. يعني والتراجي احنا قلنا ان هم ناس بيكنوا لنا مشاعر واحنا بيكنوا لهم مشاعر، وفي تنافس شريف بيننا. عموما تاريخ الاهلي في البطولات الافريقيه طويل، وزي ما اعتدتوا دايما وابدا في ملك وكتابه لما بنحاول نفتكر حدث حصل زي النهارده بتلاقي فيه مره الاهلي كسب، سواء كسب مباراه او كسب بطوله حسب التوقيت. زي النهارده من في عام 85 يعني 20 سبتمبر 85 الاهلي في بطوله افريقيا للانديه ابطال الدوري في مثل هذا اليوم كسب دراجونز بطل بنين 4-0. كان في دور الثمانيه ايضا لهذه البطوله بالمسمى القديم بتاعها بطوله افريقيا للانديه ابطال الدوري، سجل المباراه الاولى انتهت في بنين 1-1،
الأربعة صفر اللي هنا سجل منهم الكابتن محمود الخطيب 3 أهداف والكابتن طاهر أبو زيد هدف، وكانت المفارقة اللي ظهرت بعد كده من ضمن صفوف أو في صفوف فريق دراجونز بطل بنين عبيدي بيليه النجم الغاني الكبير جدا اللي بعد كده انطلق انطلاقة كبيرة مع عالم كرة القدم. هنشوف أهداف فوز الأهلي على دراجونز بنين. عبيدي بليل ده بليه هو سمى بليه لأنه يعتبر واحد من أحسن اللعيبة في تاريخ أفريقيا. يعني 3 مرات ياخد أفضل لاعب. الجوهرة السوداء. 3 مرات ياخد أفضل لاعب في أفريقيا. صحيح. متخيل؟ صحيح. يعني نشوف أهداف فوز الأهلي على دراجونز بنين 4-0 في حضور عبيدي بليه. بيلم الكرة يلعبها عالية للخطيب على سيده والجول يا ولد يا لعيب يا لعيب يا لعيب والله العظيم يا ولد مفيش بعد كده للخطيب طويلة حلوة لربيع يا زين يلا ربيع ثاني العالم العالم يا طارق خالد جاب الله المايسترو يلا خالد حلوه طويله من ورا الباك ومصطفى عبد بالعجبه يلا هبه ايه خطير لعبت الكرة وتروح للخطيب لما الكرة وماشي ومع بدر خويا علامة ايه وماشي الخطيب اوجل ماشي كوبا الكابتن حسين مدكورة كان يعشق الخطيب لما كان يجيب انا فاكر له جول يقول لي والله يا ابني كنت بلعبها معاك يا ابني والله يا ابني كنت بلعبها وبصراحه يعني عامل هاتريك منهم جون ما يكررش كتير اللي بالكعب ده فالايام دي بتفكرنا بحاجات حلوه وبرضه في نفس اليوم بس 87 بقى بعدها بسنتين بعدها بسنتين في دور الثمانيه الاهلي يكسب افريكا سبورت 2-0 حسام حسن وعلاء ميهوب وكنا مغلوبين في الماتش الذهاب 2-0 ولعبنا ضربات جزاء وكسبنا بضربات الترجيح. Yeah.
دايما في انتصارات الحقيقه. اي وقت من زي النهارده هتلاقوا فيه شاور على اليوم انت بس. ايوه انت تشاور، هتلاقوا فيه فرصه الفرحه وفوز وتاهل، وكان كله في دور الثمانيه. باشمهندس، يمكن امير هشام زميلنا كان بيسال الكابتن سيد في لقائه على سعد سمير انه كان عنده بعض الشكوى، والكابتن حسام فضل يريحه. لا، سعد وصل لمرحله انه اصبح لعيب مهم جدا. يعني شواري بيورينا لقطات التدريب عشان يبين الاضاءه والمهندس محمود طاهر، يعني هي اضاءه عايز تقول انها مناسبه للتدريب ماشي، يعني انا شايف انها ضعيفه شوي يعني. ملعب فرعي للتدريب ده، انما بالتاكيد يعني ان دفاع الاهلي دلوقتي لا يحتمل غياب احد. نتمنى ان سعد يكون فعلا بيرتاح ويقدر يلحق بالمباراه وهو بكامل لياقته، لانه مهم، اصبح مهم جدا. وفي نفس الوقت مش عايزين، عايزين كل الاوراق تبقى مع الكابتن حسام البدري عشان ما يبقاش فيه تشكيل اضطراري، ما يبقاش فيه حاجات هو تربكه حسابيا. يبقى كل الاوراق موجوده قدامه ويختار هو. لا، خاصة انت زي ما قلت الديفنس مش مستحمل، يعني مش مستحمل. يا دوب انت بتتكلم باللي موجود هو اللي بيلعب، اللي موجود هو اللي بيلعب، وعندك يعني اتنين في الملعب، واحد قاعد ونجيب الاحتياطي. ونجيب الاحتياطي. حتى في ناس جت بس مش متأيدة، ما تسجلتش. فاعتقد ان باذن الله يعني اللعيبة تكون في حالتها الكويسة. لكن واحنا بنتكلم يا استاذ ابراهيم، عمالين نتكلم على الاهلي، نتكلم، ما تيجي نشوف برضه، نفكر اكن احنا الترجي، يعني احنا مش عايزين نتجاهل برضه ان في فريق تاني. طب لو انت فوز البنزرتي، ما هو انا لو انت حققت النتيجه 2-2، انا دلوقتي فوز البنزرتي، هقول لفرقتي ايه؟ هقول انتوا تعادلتوا هناك، هتبقوا تخسروا هنا، هتكرروا سيناريو اكتر من مره، هتفرطوا في ملعبكم امام جماهيركم. انتوا شايفين النادي الاهلي روح المعنويه عامله ازاي، جمهوره متفائل قد ايه. يعني قد ياخذوا من حماسنا حماس ليهم، واحنا بالعكس برضو. احنا خلي بالك ان كثير من التصريحات السلبيه سواء في الاعلام التونسي او في، يعني مش تهكم، انما في يعني لقطه كده للبنزرتي هو بيقول ابو تريك اعتزل. وهما بيفكروه، بس هو استدرك بعد كده وقال، لا يعني عايز اقول ان الكلام ده بيشكل حوافز للمنافس طبعا. اعتقد ان النادي الاهلي ايضا سياخذ من هذه التصريحات حوافز. انما البنزرتي، انا كابتن محمد يونس، شوف يوسف المدربين بيفكروا ازاي. يعني قد يرى احد ان البنزرتي يقول لك لو معقوله الاهلي يجيب 3 اجوان انا اتحفظ دفاعيا واضيق عليهم مساحات واضغط عليهم والتعادل لصالح، لكن هو فكر، طب الله، طب ممكن البنزرتي يفكر يقول لك ما انا لو جبت جون في النادي الاهلي هخلي الليله بقت صعبه جدا، عايزين 4 اجوان. يعني لو الترجي جاب جون عايزين نكسب فرق 3 اجوان، فعايزين نكسب 4 اجوان. فبالتاكيد لو هو بغتنا بالهجوم هيبقى بهذا المفهوم، ان انا انزل بسرعه اضغط النادي الاهلي اربكه وهو متوقع ان انا هدافع ويمكن اخطف جون. ارجو الا يحدث هذا، ارجو انه ما اخطفش جون على الاقل. لو ضغط، ممكن لو ضغط يسيب لي مساحات في الهجمات المرتده اللي ما تحتملش الخطا بقى، يعني الفرصه اللي تيجي ربنا يوفقنا فيها. لكن انا بقول لك هو دي طريقه تفكيره. وكابتن محمد يوسف لمس عليها انه مش بالضروره يدافع، يعني مش بالضروره يدافع. انا اقول لحضراتكم مدربين الكوره عاملين زي الاديب، زي الروائي، هو بيتخيل سيناريو. كابتن حسام البدري دلوقتي او الكابتن فوزي البنزرتي يا باشمهندس عنده تصور لسيناريو المنافس هيلعب بيه، وهي الكره كده عموما. كل مدرب بيحاول يحط نفسه مكان الخصم بتاعه ومكان المنافس ويتوقع ممكن يعمل ايه، ايه الشكل اللي يقدر يلعب بيه، فبيقدر يتوقع سيناريو معين المباراه هتمشي عليه، وبيبدا يحط حساباته الفنيه التكتيكيه بناء على هذا السيناريو المتوقع في ذهنه واللي هو متخيله أو بيقدر يتوصل إليه، سواء من واقع خبرته بالفريق المنافس،
من خلال معرفته بظروف المباراة والنتيجة بتاعتها، من خلال إدراكه للضغوط والجو العام اللي محيط به أو الأوراق الفنية المتاحة للمدرب، كل دي عوامل بتخلي المدرب يوصل لشكل معين لسيناريو ويبدأ يلعب عليه. والله إذا صادف هذا السيناريو صحيح ومشي حسب ما هو متوقعه هيتفوق وهيركب الجيم وهيحقق اللي هو عايزه وفقا للرؤية اللي عملها، لكن إذا الأمور ما مشتش حسب تصوراته هتلاقوا الربكة اللي بتحصل لبعض المدربين في بدايات المباراة، ويبدأ يحاول يتدخل تكتيكيا، يعمل تغيير داخلي، يعمل تغيير خارجي، ينقل لاعب مكان لاعب، يغير مهام لاعب بناء على انه التصور ما حصلش اللي هو متوقعه. دي يعني بص يا استاذ ابراهيم، الكوره دلوقتي فعلا غير زمان. وانا بقول زمان احنا عاصرنا الكورتين، مش زمان قوي يعني. يعني الستينات وبدايه السبعينات كانت العوامل التكتيكيه مش هي العنصر الحاسم. أيوة. كان الفرقه اللي عندها لعيبه امهر هي اللي بتتفوق. يعني كان رهن المهاره الفرديه. لكن دلوقتي مع تقدم الوقت، ولذلك تجد الفوارق بين الفرق ما بقتش كبيره قوي. طبعا يعني فرق صغيره تستطيع ان تحدث المفاجاه. ليه؟ لان العامل التكتيكي اصبح مهم. صحيح. المساحات بتضيقها امتى؟ الضغط اللي وصل الى حد عدم المشروعيه. يعني دلوقتي انت بتشوف اللعيب، يعني زمان كان ممكن يعني الاوفر يتلعب واللعيب يوقف الكره ويطلب فنجان قهوه ويلف على مهله ويبص وياخد قرار. دلوقتي والكره في الهواء يبقى لاكي قوي او محظوظ قوي اللي قدر يلمسها. كان في مدرب اجنبي جه مصر قال لك مشكله الكره المصريه ان اللاعب باس باي تليفون، يعني بيباص بالتليفون، عشان يباص الكره لازم يتصل بزميله الو ايوه ايه هبصيلك. ليه؟ لان من الوقت الكتير اللي بياخده مش كتير. هو كان هو مبني على ان كورتك كانت قديمه. كورتك كانت مبنيه على المهاره. فانت المهاره يعني ايه؟ استلم واقدر افكر أتفرج. واقدر العب. اشوف. دلوقتي لازم الثلاثه دول يتعملوا في لحظه، السرعة. يعني وانت بتستلم تكون مفكر وزميلك مسهل لك القرار. او على الغميضي كده التكتيك بقى والجمل والربط. اللي بنسميها الجمل. زي الجون الثاني اللي جابه الاهلي في الزمالك في الكاس. لما جات له الكوره راح لعبها على المغمض كده لعبد الله السعيد. أيه. وجري يعني في اتجاه، هو ما شافش عبد الله السعيد. لكن هو يعني ضربت امل ان يكون عبد الله السعيد كما هو يعني متعودين انه بينطلق في هجمه مرتده، لما هنا حطها له هو يروح بس كده. فهو ده هو ده هو ده اللي بنقول جمله، ده التكتيك اللي اصبح النهارده الفرق بتعول عليه. فاصبحتش مين الفريق الاقوى اللي لازم النهارده. امبارح ريال مدريد بيخسر من بيتيس. وفي المركز السابع، حد يتخيل في بدايه الدوري يعني يخسر؟ ده خسر ايه؟ يجي سبع او تسع نقاط. انت جاي كوتش النهارده بقى؟ جاي تكاتش النهارده؟ انا بتعلم من الولاد في الفيسبوك وبقى بحفظ اول احفظ عموما امبارح كانت رسائل مهمه جدا من استاد التتش الى رادس، ايه اللي حصل فيها؟ ايه اللي حصل هنا؟ وايه اللي ممكن يحصل هناك بعد الفاصل؟ لكن هنشوف واحنا خارجين للفاصل ازاي جمهور الاهلي الجميل العظيم احتشد امبارح وغنى اغانيه وقدم رسالته للاعيبته. هنشوف الاغنيه ونطلع الفاصل. Yeah.
احنا ليك يا اهلي، يعني انا اعتقد مفيش اجمل ولا اروع من جمهور زي كده يا باشمهندس. انا عايز اتوقف امام مجموعه من مش الرسائل، الظواهر. المره دي التشجيع يا جماعه مختلف صدقوني. ايوه هحلل من اول ما وقفوا طوابير، يا ريت شواري بيبتدي لنا كده لحد ما ابتدوا اللعيبه تنزل والجهاز الفني ينزل وهتفوا الحسام وبعدين شريف اكرامي وبعدين، عشان هقول لك حسيت بايه وفهمت ايه وانا بتفرج على الجمهور. طبعا احنا من امبارح والناس بتجيب بتجيب اللقطات دي. انا مش باخدها بشكل جلوبال كده ان يعني ناس متحمسه. حلو قوي الحماس ده، وهو ايضا حماس فريد، لكن ناس جماهير كتير تقدر تعمل كده. لكن لما نيجي نشوف جمهور الاهلي دخل وهو ايه بقى ثلاث اربع ايام بنتكلم، هو في حضور ولا ما فيش حضور، هو في موافقه ولا ما فيش موافقه، هو في انت يا خليك معانا بقى في منابع يا شوارب عشان خاطري. احنا دلوقتي بنتكلم على التتش يا حبيبي، خلاص ما هدي لي يا معاد، خلينا عشان بنحلل حاجات معينه في شكل الجماهير. من فضلك جيب لي الجماهير وهي واقفه طوابير بتخش وبعدين بتنتظم جوه المدرجات بتاعتها، هتشوف ال 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 بص في ايدهم ازاز ميه خدوها ودخلوا، وفي تعاون ان يتفتشوا، واخد بالك، وبتفتشوا بتفتشوا مش تفتيش شكلي رغم ان ده تدريب وبدون ضيق وفي طابور مفيش تزاحم مفيش نوع من الازعاج. جايين من هناك وعلى فكره واخدين ميه من الامن وهم جايين، يعني الامن كان بيديهم ميه، الامن كان مرتبهم من اول الكوبري عشان يجوا بهذا الشكل. هيخشوا بعد كده على المدرج، تجد ان المدرج سيكشن سيكشن بيتملي اول مره مش عشوائي، وبعد كده لما يبتدي اللعيبه تنزل هتلاحظ ان هو الكابتن حسام البدري نزل باللعيبه مره واحده وهو معاهم واتجه الى الجماهير. ايوه هتبص تلاقي الجماهير بتقول ايه، يا بدري يا بدري، ما تقولش غير كده، يا بدري يا بدري يا بدري، يجي سبع ثمان مرات. وبعدين افريقيا افريقيا افريقيا، اذا بيوصي هو رساله لاول مره يتلقاها البدري من الجماهير، ولاول مره هو يتعامل بشكل في هذا التقدير مع الجماهير. الرساله وصلت له لدرجه انه قال هذا يوم لن انساه طول عمري، هذا تعليق البدري. شوف قد ايه الشحنه الايجابيه اللي خدها مدرب الفريق. بعد كده شريف اكرام، يعني ادي الجمهور اهو بدا يتوافد، هتجد في الاخر على الشمال فوق في لسه سيكشن فاضي في الاول، بعد كده هيتملي. الرساله دي يا استاذ ابراهيم ليه بتوقف قدامها؟ الجمهور ده امتى تنظم وامتى اتدرب، امتى عارف ال 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 التعاقب بتاع النداءات، يعني يا بدري يا بدري يا بدري، افريقيا افريقيا افريقيا، اكرامي اكرامي اكرامي، وبعدين الاغاني. كانوا بيقولوا للشريف العب ما تخافش، ارجع زي الوحش، ارجع ما يهمكش ما يهمكش العب ما تخافش، حاجه كده العب ما يهمكش ارجع زي الوحش. لا اللي انا عايز اقوله جايين متفقين، مفيش نشاز، يعني مفيش واحد جزء بيقول حاجه والتاني بيقول حاجه. هذا الاتفاق والله عشان تعمله، لو انت بتقصد انك تعمل مهرجانات ولا تعمل حاجات بياخد شهور في التدريب. ايوه هذه الطاقه، انا ليه بتكلم كده، هذه الطاقه لو فضلت على هذا المنوال وهذا التنظيم وهذا التوجه وهذا الاخلاص وما يشغلش دماغ غير فريقها، انت مدرك الشباب ده نقدر نستفيد منه ازاي؟ صحيح في نهضة هذا البلد. صحيح ان يبقى كل شيء على هذا النسق، ده شباب ما يترميش طوبته، ده شباب يحتضن ويتبني على اللي عمله. ها انه طب كملوا كده معانا بقى، بلدكم محتاجاكم، فرقتكم من خلال الاهلي محتاجاكم، ومفيش احسن من النادي الاهلي ان تبدا البدايات الجاده المنظمه من خلاله. شوف الفرقه نازله اهو، هترصد الظواهر اللي انا بقول لك عليها دي. دي الظواهر دي هي اللي ادهشتني من الجمهور، مش انه بيغني وبيحمس، ياما غنى وحمس، لكن كنت تجد بيفط ملهاش لازمه، تجد الفاظ موجهه لناس مش في الملعب ملهاش لازمه،
حتى الشماريخ في أضيق نطاق كانت موجودة. كل ده حسيبكم تعيشوا المعاني اللي أنا شرحتها، لأني لفتت نظري يا أستاذ إبراهيم وشايف إزاي الناس دي ما يصحش تبعد عن الملاعب أكتر من كده لو فضلوا على كده. حسام يا بدري أهو 7-8 مرات في صوت واحد. نشوف النقلة، مفيش نشاط. حسام يا بدري، حسام يا بدري، إذا ممكن متفقين على عدد المرات. أفريقيا يا أهلي، أفريقيا يا أهلي. وبعدين هتشوف بعديها إيه؟ العب ما يهمكش، ارجع زي الوحش. إكرام يا كريم. في ثانية يقلب كله مع بعضه، إيه ده؟ إيه ده التنظيم ده؟ إيه الهارموني ده؟ إيه التناسق ده؟ ايه النظام ده؟ ايه الوحدة دي؟ ده اللي عجبني في الجمهور. صحيح. مش انه التف حوالين فريقه، هذه القدرة على التنظيم. الرسالة الثانية مش عامل ازاي كل اللي هيحكي نفس اللحظة؟ معلش ما لعبش، العب جايين متفقين على جملة هيقولوها امتى؟ مين يعني؟ انت مدرك التنظيم اللي في في الهتافات واللي في الملاعب؟ آن الأوان أن نبني على هذه اللقطة المضيئة والتي لا يقدر على البدايات دي إلا الأهلي. شوفوا يا جماعة اللي حصل في ملعب مختار التتش امبارح، يعني فيه من الرسائل. المهندس عدلي حاول يقرا بعض المضامين اللي حصلت سواء من التنظيم أو من الهتاف أو من السلوك الجماعي المنضبط، لكن كمان اللي حصل ده بهذه الصورة لو هنبني عليها يبقى ده لازم أن يكون ده التوقيت الأفضل. أنا لفت نظري كلام الوزير خالد عبد العزيز الحقيقة من كام يوم أن احنا في حال تأهلنا بإذن الله تعالى لكأس العالم هنسعى إلى ضرورة عودة الجمهور للمدرجات. أنا بقول له مش محتاجين يا سيادة الوزير ننتظر إلى تأكيد التأهل لكأس العالم. اللي حاصل من سلوكيات واضح ان الناس راجعة برغبة في الانضباط ورغبة في الالتزام وبوعي جماعي وبحس هايل جدا وبرغبة في التعاون بين الجماهير ورجال الامن. في ملعب برج العرب في مباراة الاهلي الاولى مع الترجي قد ايه كان السلوك رائع، قد ايه كان التعاون فعلا في انسيابية في الدخول والتنظيم. انت قلت لي كنت هناك بالظبط، ما حصلش مشكله واحده سواء من شركه فالكون اللي رجالها منتشرين في المدرجات وحوالين الملعب او من رجال الشرطه المسؤولين عن الامن اللي مسؤولين عن تامين الناس، لانه هي الرساله اللي المفروض توصل لكل الشباب. الناس دي موجوده عشان ما يحصلش زي اللي حصل قبل كده من مشاكل ربنا ما يعيدها. ممكن اقف لحظه هنا يا استاذ ابراهيم؟ لان انا طول عمري كنت مؤمن بهذا. كنت بقول ان الشركات خاصه تامن الملعب وما داخله وخارج الملعب يبقى الشرط. الامن الشرطه عشان وهو ده اللي حصل. ايوه انت بتقول لي ده اللي حصل في برج العرب بالظبط، وده اللي حصل في التدريب بتاع النادي الاهلي. من اول الكوبري الامن استلم وبعد كده سلم فالكو الشركات الخاصه وامن النادي. ولذلك مفيش مجال للمشاحنات، مش هتلاقي بقى الشرطه جوه الملعب يحصل احتكاك ويحصل، لان برضو خلي بالك هو الشرطه ولا الجماهير ما هم بشر. لو ده مرهق وده مرهق ممكن واحد يشتم واحد يبتدي الشراره. هو ده الشكل الامثل، يجب ان يستمر الامر مع بقى نظام التذاكر اللي محطوط، اليات الدخول بقى، نظام التذاكر اللي محطوط اللي هيقضي على كثير من الأخطاء اللي كانت بتحصل والسوق السوداء والتدافع والكلام. هتبص تلاقي السلاسة، خلي بالك الفوضى والزحمة هي اللي بتجيب المشاكل، لكن النظام هو اللي بيعمل الانسيابية والسلاسة. احنا ماشيين في هذا الاتجاه. صحيح. تذاكر تاخدها بنظام بحقوق من غير سوق سوداء، تمشي الامن يامنك لحد ما توصل الى نطاق الملعب، تستلمك شركه خاصه وامن النادي تدخلك دي معاشه للاعيب الاهلي في فندق الاقامه في تونس.
تدخلك معظم المطار حضراتكم طول الوقت مع البعثه في قلب الفندق اهو زي ما انتم شايفين راجعين من التمرين. اتفضل كويس خلاص احنا مش محتاجين لقطات المدرج اكتر من اللي قلناه. انا كنت محتاج بس ان انا احلل الرسائل الرسائل الرساله الكبيره بقى اللي هي من 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 التيتش الرادوس اللي هي ايه واثقين فيكو يلا ارجعوا لنا بيها واثقين فيكو اعملوا اللي عليكم يعني لو انا بقى قال فتاف واثقين فيكو اعملوا اللي عليكم واخد بالك اعملوا اللي عليكم وهتبقى على راسنا من فوق كلنا بس. والعودة الجمهور للمدرج بهذا الشكل يا جماعة والكلام المفروض يكون بالتأكيد وزير الشباب والرياضة يعيه جيدا لأنه كمان مسؤول عن الشباب عارفين معنى أن أنا أقدر أعود وأدرب الشباب على الخضوع للقانون على القدرة على التنظيم الجماعي على إزاي يرضخ لفرض الأمن لأنه بيمثل القانون شريك في المسؤولية شريك في المسؤولية إزاي يشارك في مسؤولية تنظيم حدث زي ده إزاي شباب صغير ما تعودش إنه يتحط في اختبار للانضباط العام أنا بحطه في اختبار لمدة 3-4 ساعات في الاستاد إزاي يخضع للقانون إزاي يدرك جيدا إنه النادي اللي بيشجعه ده منتمي ليه لأنه بيحبه ولأنه جزء من الانتماء العام للوطن كلها صدقوني قيم ومفاهيم مهمة جدا في تربية النشأ. فكرة غياب الجماهير عن المدرجات مش فكرة بس ان انا بفرغ مدرج الكورة من ناسه اللي هم بيحبوه اللي هم جايين يشجعوه لا انا بفقد فرصة للتربية السليمة للشباب ازاي بيتدرب ويتعود على انه يرضخ للقانون ازاي بيلتزم ازاي بينضبط ازاي بينتمي ازاي بيحافظ على زميله اللي جنب منه ازاي بيتنافس مع المنافس في اطار من الاحترام ازاي يسمح له ان يبدع في الاتجاه السليم بالزبط. بشكل ايجابي بالظبط ما هو ده ابداعات الهتافات دي ابداعات الدخلات دي ابداعات التنظيم اللي بيعملوه ده ابداع يعني انت لو قعدت بالميكروفون كده لو هم متكومين مش عايزين يوقفوا طابور مش هيوقفوا صحيح لكن ممكن واحد يكونوا متفقين اوقفوا طابور تلاقيهم وقفوا طابور ايوه عايزين نستفيد منه ايوه عايزين نبني عليها بالظبط ولابد ان الشباب ده يبتدي يتبصلوا بجدية أكتر من كده وهم كمان يتحينوا الفرصة يكونوا عند حسن الظن باستمرار بالظبط هذه رسائل متبادلة فالمدرج فرصة للتدريب والتعويض على كل القيم والسلوكيات المنضبط اللي احنا قلنا لكم عليها بس كمان ضيف على ده ازاي عودة الحياة للمدرجات تسهم يا باشمهندس في رسم الصورة العامة لعودة الأحوال في البلاد للأوضاع الطبيعية أنا بتكلم على جذب استثمارات بتكلم على تنشيط السياحة من جديد إن شاء الله بتكلم على عودة الحياة الطبيعية للشكل الكامل بتاعها كصورة للخارج يبدأ من المدرج يبدأ ويعزز ويتأكد عليه من مدرجات الكورة لأنه هي فكرة إقامة مباريات بدون جماهير نقطة كويسة لو طلبت من الجماهير دي نقطة واحدة لا دي اللي عجباني جديدة ما هو يعني ما احنا يعني وانا غلطت ان انا قلت لك قلت نقطه كويسه اسكت شجعني النقطه اللي انت قلتها يعني خارج الاطار ان ممكن المدرج ده والولاد دول تطلب منهم ان يبعتوا رسائل لبره للسياحه صحيح. اهلا بيكوا تعالوا يعني من خلال ايه من خلال تكرار هذه الصور فمؤكد انه الاستمرار في رسم الصورة الطبيعية لهذا المدرج لهذا الحشد دي مناسبتها يا سيادة الوزير نجاح ما حدث في ملعب مختار التتش بهذا الوعي وهذه السلوكيات ومن المؤكد انه جماهير الزمالك تقدر تلتزم وتنضبط والمؤكد انه جماهير الاسماعيلي وجماهير اسكندرية كل الجماهير تقدر تنضبط وتقدر تقدم صورة كويسة كل حسب حجمه وظروفه ومناسبته عشان فعلا تعود الحياة للمدرج تعود الجماهير للمدرج انا كده بساهم يعني معلش قد تكون مناسبه وقد تكون غير مناسبه ارجو ان يبنى هذه اللحظه ايضا في ان احنا نبتدي نتسامح مع اولادنا اللي خرجوا عن النظام شويه ويكتفي بما مضى ونشوف منهم بدايات جديده اللي ما اخطاش واللي ما اذنبش واللي ما اضرش بصالح الوطن اللي قانون يعني هطبق القانون يعني على الاقل نعود الشباب دول هطبق القانون بشيء من الرحمة
بس ابدا يعني باستمرار هو احط الجميع تحت قدام القانون والله واعودهم ازاي. انت فاهم ان ان ان, إن دي مش نتيجه كل ما الرئيس بيفرج على مجموعه من الشباب انفراجات افراجات ما انا طبعا. بقول ما انا عايز كده كل ما بيفرج رئاسي عن مجموعه بيجد صدى طيب وبيجد بيرخرخ الامور اللي ما فيش منه خطر خلاص يبقى اللي فيه منه خطر لا لازم يحاسب بالقانون. ما بتكلمش ان ولادنا دول مش ان فيهم حد خطر لا قدر الله. انا بتكلم بشكل عام في المطلق ان ولادنا دول ما يدوش فرصه لحد انه يرجعنا لورا تاني لا او يخش في العلاقه بينهم وبين اي عناصر من عناصر اللعبه او الامن. نتمنى ان شاء الله انه اللي حصل ده من شكل وصوره ورساله يوصل لكل الجهات السلطات الأمنية، السلطة الرياضية، الأندية، الروابط المشجعين، كل حد المفروض راحت له رسالة بهذا المعنى نبدأ نبني عليها إن شاء الله. كابتن حسام البدري زي ما أنتم شايفين يمكن دي لحظة تقليدية قبل التمرين بيجمع اللعيبة في دائرة نص الملعب ويبدأ يكلمهم على طبيعة التمرين النهاردة فيها إيه، هنعمل إيه، شدوا حيلكم، هننفذ كذا كذا كذا، يلا رجالة. لكن في بقى محاضرات الشحن الخاص، محاولات التهيئة أو محاضرات التهيئة الفردية. في مثل هذه الظروف لا كابتن حسام البدري ولا كابتن سيد عبد الحفيظ ولا كل أعضاء الجهاز بيضيعوا دقيقة واحدة في المعسكر هناك أو في الفندق اللي نازلين فيه من غير ما يؤدي كل حاجة حسب اتجاهه. حسام البدري دائم جلسات التهيئة مع اللعيبة، يمكن اجتمع مع عناصر الخبرة بشكل أساسي، اللعيبة التقيلة في الفرقة اللي بيتعكز عليهم بجد الجهاز في مثل هذه الظروف عشان يبدأ يحطهم في المسؤولية الحقيقية. معاهم لعيبة جديدة، معاهم عناصر صاعدة، يبدأ الكل يشعر بالمسؤولية وكل واحد عنده دور بيأديه. عموما معنا على الهاتف من تونس أمير هشام موفد قناة الأهلي من تونس عشان يحطنا وحضراتكم في الصورة الكاملة مما يحدث مع الأهلي في تونس قبل ساعات قليلة من مباراة السبت بإذن الله. اتفضل يا أمير. مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. وفي نهاية اليوم الأول للنادي الأهلي هنا في تونس استعدادا لمباراة الأهلي والترجي، المباراة المرتقبة في إياب دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا. خليني أتكلم مع كل جمهور النادي الأهلي وكل مشاهدي قناة الأهلي عن بعض التفاصيل الخاصة بالفريق النهاردة. يمكن النهاردة الفريق كان عنده أول مران ليه وأكيد كان مران مهم جدا للجهاز الفني واللاعبين. يمكن أبرز ملامح المران سواء من نواحي البدنية كانت نواحي بدنية خفيفة شوية، ايضا بعض تدريبات الكره خفيفه، لكن الاهم هو التقسيمه اللي كانت مع نهايه مران النهارده. خليني اقول لكم ان كابتن حسام البدري يمكن لخبط الاوراق شويه في التقسيمه، خصوصا ان هو كان مران مفتوح شويه. بعض الصحف او بعض طبعا الاعلام التونسي اللي كان متواجد في الملعب كان بيتابع المران بشده، بالتالي كابتن حسام البدري يمكن لخبط اللاعبين شويه، ما بانش التشكيل اللي ممكن يلعب بيه كابتن حسام البدري هذه المباراه الهامه جدا امام فريق الترجي التونسي. لكن بشكل عام في تركيز كبير جدا من لاعبي النادي الاهلي من الجهاز الفني ان هم ان شاء الله يحققوا نتيجه كبيره بالفوز على فريق الترجي التونسي والصعود للدور المقبل من دوري ابطال افريقيا. لكن بالتحديد عايز اتكلم عن سعد سمير. سعد سمير يمكن ما شاركش في المران الجماعي النهارده بالنسبه للنادي الاهلي، عمل بعض التدريبات الاستشفائيه خصوصا ان هو اشتكى من اجهاد في العضله الضمه. ممكن يكون فرص سعد سمير مش واضحه حتى الان في المشاركه في مباراه طبعا الترجي بعد غد، لكن سعد هيحاول بشكل كبير جدا ان هو يشارك مران بكره. بالتحديد هيبان مدى جاهزيه سعد سمير للمشاركه في هذه المباراه خصوصا ان هو احد العناصر الهامه جدا في خط دفاع النادي الاهلي. لكن في المقابل الجهاز الفني وكابتن حسام البدري تم النهارده تجهيز محمد نجيب تحسبا لغياب سعد سمير، لكن ان شاء الله اكيد بنتمنى ان يكون سعد سمير جاهز لهذه المباراه وكل لاعبي النادي الاهلي متاحين للجهاز الفني ان شاء الله يكونوا جاهزين للمشاركه في هذه المباراه الهامه. يمكن ده طبعا الشيء الخاص بفريق النادي الاهلي النهارده خلال التدريبات. لكن لو هنتكلم شويه طبعا عن الفريق بكره ان شاء الله برنامجه هيكون ماشي ازاي، طبعا بكره هيكون في صلاه الجمعه وفي هتكون متواجده هنا في مقر اقامه نادي الاهلي، ايضا هيكون في ميعاد الغداء الساعه 2:30 طبعا ظهرا.
بعد كده هيكون طبعا تحرك الفريق في اتجاه الملعب رادس في تمام الساعة 5 طبعا عصرا بتوقيت تونس، هنا طبعا 6 بتوقيت القاهرة. بداية المران الأخير بالنسبة للنادي الأهلي في ملعب رادس، وهو الملعب اللي هيستضيف هذه المباراة الهامة جدا طبعا. لكن طبعا قبل كل ده النهاردة أيضا هيكون في محاضرة من قبل كابتن حسام البدري للاعبين بعد العشاء مباشرة. طبعا في هذه اللحظات لاعبي النادي الأهلي بيتناولوا وجبة العشاء، هيكون يليها على طول مباشرة طبعا محاضرة مهمة جدا من كابتن حسام البدري. بكرة إن شاء الله أيضا بعد مران النادي الأهلي الأخير هيكون في محاضرة أخرى بعد وجبة العشاء أيضا للكابتن حسام البدري للاعبين، وهتكون أحد المحاضرات الهامة جدا للكابتن حسام اللي هيستقر من خلالها عن التشكيل الخاص بهذه المباراة. بالنسبة للتشكيل يعني في توقعات كتير جدا بالشكل اللي هيلعب بيه كابتن حسام البدري، سواء الشكل التكتيكي أو التشكيل اللي هيبتدي بيه هذه المباراة. لكن خليني أقول لكل جمهور النادي الأهلي إن التغيير هيبقى محدود، يعني هو لاعب أو اثنين بالكتير طبعا هم اللي هيكونوا متواجدين في تشكيل النادي الأهلي عكس المباراة السابقة طبعا واللي كانت في استاد برج العرب واللي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2. الأسامي كلها حوالين مؤمن زكريا ممكن يبتدي ولا لا، طبعا ممكن أيضا يكون متواجد طبعا ده وليد أزار وصالح جمعة بيهزر شوية، لكن كنت بتكلم عن تشكيل النادي الأهلي. كان ممكن يكون متواجد مؤمن زكريا، أيضا ممكن يكون متواجد وليد سليمان على حساب احمد الشيخ، في كلام كتير ممكن يكون متواجد هشام محمد ايضا، خصوصا ان في اهتمام كبير من الجهاز الفني بهذا اللاعب خلال التدريبات الاخيره بالتحديد، خصوصا ان هشام ممكن من العناصر اللي بتقدر تنقل هجمه النادي الاهلي او هجمه اي فريق طبعا للثلث الامامي طبعا في مباراه مهمه زي دي النادي الاهلي محتاج فيها الفوز اكيد ان شاء الله عشان يضمن صعوده للادوار المقبله. ده فيما يخص النادي الاهلي. لكن لو هنتكلم عن فريق الترجي التونسي شويه، يمكن هو ايضا بيستعد بمنتهى القوه، ايضا عندهم امال كبيره جدا خصوصا ان هم حققوا نتيجه ايجابيه بتعادل 2-2 امام الاهلي في عقر داره وامام جماهيره، وبالتالي هم عندهم امال كبيره في التاهل للدور المقبل. لكن عايز اتكلم عن بعض الاسماء في فريق الترجي التونسي وبتحديد طه ياسين الخنيسي مهاجم الفريق واللي احرز الهدف الاول في شباك النادي الاهلي في المباراه السابقه. يمكن بنسبه 60% صعب ان طه ياسين الخنيسي يلحق هذه المباراه، خصوصا ان هو كان تعرض لكدمه قويه او لاصابه في مباراه الاهلي الاخيره طبعا، بالتالي بيحاولوا ان هم يجهزوا ان هو يشارك في هذه المباراه. ايضا في كلام عن معز بن شريفيه حارس فريق الترجي التونسي وحارس منتخب الترجي التونسي، لسه ايضا مش عارفين هل ممكن يكون جاهز للمشاركه في هذه المباراه ولا لا. كل الكلام ده هيتضح خلال المران الاخير غدا بالنسبه سواء لفريق الترجي التونسي وايضا فيما يخص تشكيل النادي الاهلي خلال المران الاخير في ملعب رادس. ده كان كل كواليسنا النهارده بالنسبه لفريق النادي الاهلي بشكل عام. نتمنى كل التوفيق للفريق ان شاء الله خلال التدريب الاخير بكره، ومن ثم ايضا خلال المباراه المرتقبه الهامه جدا اللي ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يحقق من خلالها الفوز ومن ثم التاهل لدور نصف النهائي من دوري ابطال افريقيا. باشمهندس واضح ان التقرير بتاع امير هشام انه يمكن التشكيل ممكن يكون في راس الكابتن حسام البدري بالتاكيد واضح، قد يدفع بلاعب او اثنين تغييرات محتمله. سعد سمير يمكن انا بقول لك يا رب يكون سليم، مش عايزين بس ما يلعبش اللي اذا كان سليم 100% طبعا يعني. طبعا انما بقى خلاص كل زمايله قادرين على انهم يعملوا ماتش كويس باذن الله. طيب ما احنا ده ايه بقى عندك في من ضمن الرسائل من التتش الى رادس؟ ما فيش حاجه من رادس الى تتش. طيب شوارب انا هقول لك سريعا العناوين اللي جت علشان نشوف حجم اهتمام الجرايد بيها على وجه السرعه. مجله الاهلي كان اهتمامها بالمباراه طبعا اساسي، اهلا بالتحدي في عقر الترجي، جاهزون للقاء السبت في رادس وان شاء الله هنكسب. روح الفانيلا الحمراء تؤكد المستحيل مش اهلاوي. الجمهوريه قالت الاهلي يرفع حاله الطوارئ استعدادا للترجي. البدري يفكر في خداع الفريق التونسي بهشام محمد. وزي ما قال الكابتن السري. محمد يوسف يعني احنا هنشتغل زي شغلانه المطار السري. وزي اللي قاله الكابتن محمد يوسف انه الطرفين كل طرف بيحاول يصدر للتاني حاجه تقلقه شويه، يقعد كل مدرب مشغول بيها حبتين. الشروق قالت البدري يستعين بعناصر الخبره في المباراه الصعبه. اجاييه مهاجم وحيد، مؤمن وسليمان اساسيان، والشيخ وازارو على مقاعد البدلاء، وهشام محمد في الصوره.
والأهرام كان امبارح بتتحدث عن شد الرحال إلى تونس وإن اللاعبين مصممون على الفوز، وإن كابتن حسام البدري بيقول عملنا المطلوب مننا وننتظر توفيق السماء بإذن الله تعالى في رادس. المصر اليوم تحدثت يا باشمهندس إن في مشكلتين بيهددوا الأهلي قبل مواجهة تونس. المشكلة الأولى حسب ما المصر اليوم إهدار الفرص السهلة، والمشكلة الثانية في تقديرها التمركز الخاطئ في الكرات الثابتة. ده تقدير المصري اليوم. الأخبار قال اليوم الأهلي في تونس لمواجهة الترجي، الجمهور شاهد المران الأخير بالتتش والبدري يطالب بروح 2012. وقال أيضا الأخبار الترجي يحضر مفاجأة في موقعة رادس ويتدرب بدون جمهور، وإن فوز البنزرتي بيقول الأهلي منافس من الوزن الثقيل ولم نحسم التأهل بعد لنصف النهائي. والموقع الرسمي للنادي الأهلي قال الجمهور يهتف في التتش أفريقيا يا أهلي. ده الهتاف اللي هز الحياة النادي كله واللي كانت الناس متجاوبة معاه قوي يا باشمهندس. يعني شفناه ولذلك لما نخش على الفيديوهات أنا رأيي إن خلاص إحنا شفنا جمهور الأهلي وهو بيهتف، لكن عايزين نعرف تعليق الكابتن حسام بقى في الفيديو اللي هو شعوره إيه لحية الجماهير. تعليقه إيه على حضور الجماهير؟ يعني انا بقول ان اللحظه بتاعت النهارده دي بالرغم ان انا يمكن كنت بفضل خلال الايام دي ان يبقى التركيز في المباراه بشكل متواصل، واحنا طبعا مركزين في المباراه، وكنت بقول مش هتكلم عن مباراه تاني اكتر من الكلام اللي انا قلته بعد مباراه برج العرب، وكنت مقرر ان انا يعني مش هتكلم تاني خالص فعلا الا ان شاء الله بعد مباراه يوم السبت ان شاء الله، بعد المباراه ان شاء الله ويكون ربنا كاتب لنا الخير ان شاء الله. ان شاء الله بزي. لكن يمكن احداث النهارده وبالرغم من تعودي لسنين طويله يا ابراهيم صدقني على جماهير النادي الاهلي، وطبعا انا سنين طويله قضيتها في وسط جماهير النادي الاهلي ومع جماهير النادي الاهلي في كل يمكن تدرجت في كل مدرب مساعد ومدير كوره ومدير فني وحاجات كتير وسنين طويله جدا، وياما كنت في وسط جماهير والاستاد مليان والاستاد كان بيبقى بال 100,000 وب 120,000 ونهائيات كتيره وبطولات كتيره وماتشات مهمه، لكن لحظه النهارده برضو هتفضل من اللحظات المهمه جدا اللي هتفضل عالقه فعلا جوايا وجوه اللعيبه. هتافهم للفرقه، هتافهم للفرقه بالكامل وهتافهم ليك يا كابتن حسام، يعني حاجه محترمه بصراحه. انت قلت ده صوت اسود فعلا، صحيح كتير اسود فعلا، لان صوتهم النهارده وجودهم بالشكل دوت، وانا كدوري كمدير فني برضو في الفتره ديت بشتغل على نواحي فنيه ونواحي نفسيه، فاجد جماهير النادي الاهلي بهذا الوعي وبهذا الكم ووعيها النهارده تشجيعا للعيبه وجودا للعيبه اكيد هيساعدونا بشكل كبير جدا. بشكرهم وبشكر مجلس الاداره على تفاهم برضو لاهميه حضور الجماهير النهارده اللي احنا كنا متفقين فيها سواء جهاز فني او مجلس اداره على اهميه حضورهم النهارده وتشجيعهم للعيبه. الجماهير دي جماهير عظيمه وتستحق منا بقول افضل حاجه واعظم حاجه واكثر حاجه. هو الحقيقه ده كلام مهم جدا من الكابتن حسام، والكابتن حسام لما طالب بحضور الجماهير كان يراهن على موقف الجماهير، واعتقد انه كسب الرهان، واعتقد ان كان لمصلحه الفريق، واعتقد ان كان لمصلحه الجماهير، واعتقد ان كان لمصلحه النادي الاهلي، واعتقد انها كانت لمصلحه الكوره المصريه يا استاذ ابراهيم. بالتاكيد ده بياكد المقوله المهمه قوي صدقوني، اعظم ما في الاهلي جمهوره. جمهوره ده حماه، دي حقيقه لا شك فيها ابدا في كل العصور وفي كل الظروف وفي كل المناسبات. في اصعب الاوقات هتلاقي الجمهور هو فعلا اللي حريص على حماية النادي، على دعم النادي، على الحفاظ على النادي، على الغيرة على النادي. ده العنصر النبيل المحترم الكبير في هذه المنظومة الحقيقة، فليه كل التحية وليه كل التقدير على وعيه وعلى دايما وأبدا رغبته في أنه يفضل الأهلي أهلي. كابتن حسام البدري بعد ما تحدث بكل هذه المشاعر والامتنان لوقفة الجماهير ومساندتها للفريق له رأي كمان في المباراة.
توقعاته ليها، قرايته للسيناريو بتاعها. نشوف الكابتن حسام البدري مع الزميل ابراهيم فايق عن هذه المباراه. قلت ده في المقدمة، ممكن بقى لنا أكتر من يوم بنتكلم إنه النادي الأهلي ماهوش صعب عليه خالص إن هو يعدي الترجي. الماتش صعب أي نعم، بس الأهلي عنده الروح وعنده العزيمة وعنده الجماهير وعنده حاجتين دايما بتتوفر للأهلي، الإرادة والرغبة. عايزين نطمن منك كابتن حسام. والله الحمد لله، يعني أنا بقول إن مفيش حد بيفكر إلا في المباراة اللي جاية، مفيش حد يعني بيشغل نفسه إلا بالمباراة اللي جاية. كل الموجودين حواليا، انا حاسس بكل الموجودين من اصغر واحد واصغر عامل لاكبر واحد حواليا في النادي وفي الشارع. يكفي ان انا حتى في الشارع يعني كل الناس العاديه الاعتباريه اللي موجودين كلهم بيتكلموا عن مباراه الترجي، على نت مباراه الترجي، وانا واثق يعني مش اهلاوي بس اللي بيتكلم عن مباراه، ده اهلاوي وغير اهلاوي بيتكلموا عن مباراه الترجي. فاكيد كانت الجميع بالحال ده، فما بالك بقى باللعيبه اللي عندها تركيز كبير وحماس كبير. ان شاء الله باذن الله هم عارفين ان هم بيلعبوا مباراه كبيره قدام فريق كبير. طبعا فريق الترجي فريق كبير، وعشان كده حتى يعني هناك حاله صمت وتركيز. لان احنا مش عاوزين نقعد نتكلم، احنا اتكلمنا بعد المباراه. ايوه، ومش معنى ان في حاله صمت يبقى يعني في توتر، لا بالعكس، هو تركيز كبير جدا، في رغبه كبيره جدا، الكل مركز والكل بيفكر في المباراة اللي جاية. فان شاء الله يا رب، ان شاء الله باذن الله دي تنعكس بشكل فيه هدوء ومفيهوش توتر ويبقى فيه انعكاس ايجابي باذن الله على ادائنا يا مستر. ده الكابتن حسام البدري في رؤيته للمباراة، وصدقوني برضو مش هتفرق عن رؤية فوز البنزرتي. اوعى تكونوا متخيلين ان في مدرب هيطلع للاعلام يفضي بكل اللي عنده يا باشمهندس من لا طبعا، يعني حتى كل الكلام اللي بيتناصر ده ما هي منورات، الكلام العام. يعني انا بقول هشام مش معنى كده بالضروره ان انا يعني بشي او بقول سر يعني. انما الفيديو الثاني ايه اللي احنا هنتفرج عليه؟ كابتن اللاعب السوري بقى الاهلاوي الجديد عبد الله الشامي. بصوا بقى اهو، ده مش في الحدث، ما تسجلش، هو جه بس شاف اللقطه، انما عاش اللحظه. نشوف شعوره بعد ما عاش اللحظه في مختار التتش. طبعا الاهلي بيشارك في كل، طب لما اتفرجت على الاهلي في ماتش الترجي شفت الاهلي ازاي يعني فنيا من وجهه نظرك انت الشخصيه؟ هلا الاهلي سيطروا على اللعبه كلها بصراحه، استلموا الاستحواذ على الكره واستلموا كل شيء. بس يعني ما حصلت فعاليه قدام الجول، والاهلي يعني كانوا ماسكين اللعبه كلها، وشفت انت مجريات المباراه كيف حصلت. بس يعني الاهلي على طول عودنا انه برادس يجيب نتيجه ايجابيه، وانا يعني واثق من اللاعبين اليوم اللي شفته انه باذن الله راح يرجعوا من تونس وبايدهم التاهل. يا رب والله، يا رب باذن يا عبد الله. انت عارف يا استاذ ابراهيم، يعني اعتقد ان شامي لو شاف، يعني الحديث ده اعتقد انه كان قبل ما التدريب، قبل التمرين، لما يشوف المنظر ده موقفه مش هيختلف عن باكي. عارف باكي الصبح كابتن حسام وقف التمرين كذا مره وقال له انت مش مركز معانا ليه؟ قال له يا كابتن انا ما، وانا يعني شفته من الجمهور، انا لحد دلوقتي مركز في اللي حصل قدامي، انا ما شفتش في حياتي جمهور بالمنظر ده وبالنظام ده، وانا مش فاهم بيقول ايه بالظبط، لكن واضح ان في نغمه وتدريب وحماس فلما الاثنين لعيبه داخلين يشوفوا الجمهور ده اعتقد ان دي رساله ليهم هم كمان، يعني ايه النادي الاهلي. شفتوا يعني تاثير سلاح زي سلاح الجمهور على لعيبه، بس ما ينضبط طبعا على اللعيب الصاعد وعلى اللعيب الجديد، في خطورة حقيقية ان احنا نربي اجيال من اللعيبة بتاعتنا انها كبرت وتعودت على عدم اللعب قدام جمهور، ما شافتش ده، فيطلع يلعب منافسات قوية بره مع المنتخب او مع نادي، لا هيتهز. وده كان بيبقى دايما وابدا الفرق بين لعيب النادي الجماهيري الكبير بحجم الاهلي وبين لعيب في نادي اخر صغير ما عندوش جمهور. فارجوكم المسارعة بعودة الجمهور للمدرج بكل ضوابطها وبكل اليات الحسم فيها مهمة في كل الاتجاهات.
اللي هو شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي عبر عن شكره طبعا لهذه الجماهير بوعيها الكبير، لكن كمان صدى تأثير الجماهير واللوحة الحلوة اللي رسمها جمهور النادي الأهلي، مؤكد ان هي لقيت اعجاب وتقدير كل مقدمي البرامج الرياضية. كابتن مدحت شلبي يتحدث عن روعة جمهور الأهلي. النهاردة جمهور النادي الأهلي ادانا قبلة الحياة لعودة الجماهير إذا استمر. حط تحت إذا استمر دي 10 شرط، لأن لازم أشوفك كده مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة حتى يطمئن قلبي. ولو إنه النهاردة الحقيقة المظهر كان مشرف جدا، كان مشرف جدا بالنسبة للجماهير، وربما الجماهير استوعبت الدرس. أنا عايز أصدق، أنا من كتر ما اتكلمنا كده في الاتجاه الإيجابي كتير وفجأة ينزل علينا دش سائع نبقى مش عارفين نقول إيه، ما بقاش الواحد عنده ثقة كاملة وهو بيتكلم. لكن خلينا نتفائل، النهاردة المظهر كان حلو. المدرج عامل إزاي؟ هاتوا يا محمد المدرج عامل إزاي؟ المدرج كله عبارة عن شباب زي الورد، شباب زي الورد موجود في المدرج، مفيش أي يافطة شفناها ولا أي حاجة، أهو زي ما أنتوا شايفين كده، يعني حاجة بنورة، بنورة قدامي، شايف بنورة متلألئة، مفيش لا يافطة ولا في مش عارف إيه. نفس الملاحظات طبعا، وهو زي ما قلت هي رسالة من الجمهور لكل العناصر اللعبة، ولكن أيضا هي رسالة من الجمهور للجمهور، لأن هو قطعا شاب لما بيعمل عمل في نطاق دوره وفي نطاق إبداعاته في نطاق حبه لناديه، ما نخرجش بره القضية بتاعتنا وحب النادي الأهلي، يبقى كل العناصر بتشيد بيه وكل العناصر هتساعده وكل العناصر هتحطه على دماغه. فأرجو أن الصورة دي تكتمل يا أستاذ إبراهيم بعودة حقيقية منضبطة على هذا النحو. نتمنى بإذن الله، زي ما نتمنى أن مخاوف الأهلي والجهاز الفني من التحكيم يوم السبت تكون كانت مجرد ظنون، لأنه يا رب يا أستاذ إبراهيم كتير قوي دي اللي مش في إيدنا بقى. اتلدعنا كتير قوي من جزئية التحكيم دي في أفريقيا، اللي حصل في مباراة الذهاب في برج العرب ما اعتقدش حد ينساه، والحكم السنغالي اللي تغاضى عن ضربتين جزاء واحتسب 3 تسللات أوقف فيهم خطورة تسجيل أهداف وتغاضى عن طرد لاعب احتسبت عليه ضربة جزاء، أعتقد أخطاء فادحة جدا وكانت مؤثرة في نتيجة المباراة. الجهاز الفني سافر وعنده مخاوف من الكاميروني أليوم نيانت، نيانت مدرب حكم كبير في أفريقيا هيدير هذه المباراة، بس كمان سبقته عواصف كتيرة من التشكيك في جزئية هل بالفعل هو زوج أخت أحد لاعبي الترجي كالوم لاعب الوسط الكاميروني، هل دي حقيقة ولا لا؟ اتحاد أفريقيا ما بيردش، سايب الكابتن شطة بيقول كل حاجة، وفي النهاية ما فيش حاجة واضحة لا في لا في التأكيد. بالظبط. هو لو بص يا استاذ ابراهيم، هو لو جوز اخت كالون وسلاح بحدين، اذا كانت اخته مراته مدوخاه معكنين عليه هيصفر للأهلي، تكون معكنين عليه هيطرد كالون. يبقى هيخلص من كالون في الملعب. فخر الدين بن يوسف مهاجم الترجي له تصريح بيقول احنا لسه ما تأهلناش، خد بالكوا هم وعوا الدرس بتاع المرات السابقه، كان قبل كده يا باشمهندس لما يتعادلوا مع الاهلي هنا سواء الصفاقسي او الترجي يحتفلوا ويرقصوا في اوضه اللبس ويعيشوا الحدث. المره دي عندهم برضو اللي اتلدع من الشوربه بينفق في الزبادي. كل اللي حصل لهم من الاهلي قبل كده خلاهم متحفظين وخلى فخر الدين بن يوسف يقول لا ما فيش حاجه حصلت بعد ده الاهلي. وده زي ما يكون هو بينبه لاعبته وزمايله، ايضا بيشحن الاهلي اكتر او بيدي جرعات ثقه للاعيبه الاهلي اكتر اللي اتهزت من المباراه الاولى، تبقى عارفه لا ان المساله ايكوال وكلنا داخلين المباراه بفرص متساويه. بس يا استاذ ابراهيم التحكيم هيكون مؤثر ليه؟ الاسلوب
بتاع شمال افريقيا في اضاعه الوقت كلنا عارفينه. فهيحصل العنف والاطمئنان لصفاره الحكم بتؤدي الى مزيد من العنف. فقد تكون المباراه فيها كثير من التواقف وكثير من الصفارات وكثير من العنف وكثير من تضييع الوقت لو الحكم لا قدر الله ما هوش حكم. كان يبقى احد عناصر اللعب. زوج اخت. يعني اذا كانت الست مهنياه هيطلع عنا. فارجو ان احنا بجد نلقى الحمايه ونلقى التحكيم العادل عشان نعرف والله دراعي ودراعك، ابداعي وابداعك، توفيقي وتوفيقك. انما العناصر المساعده زهقنا منها بقى. يعني اتساعدت هنا بما فيه الكفايه. خلاص بقى. طيب البنزرتي بينتظر تقرير طب لتحديد مشاركه الخنيسي او الخنيسي امام الاهلي. الخنيسي ده مهاجم مهم جدا. طه الخنيسي. ويعني احرز هدفا. لكن في نفس الوقت ما تاخدش كل حاجه بتتقال لك ان هي لا هو مش مناوره. بيرمي للاعلام خبر على اساس زي ما الكابتن محمد يوسف فكر الناس انه قبل كده يقول لك يوسف المساكني مصاب ويعيش المنافس في فكره انه المساكني لاعب مهم ومش موجود فيفاجئ بيه موجود. فبالتالي استخدام الاعلام اداه للترويج لشائعه تاثر على المنافس. طعم الاعلام ممكن يبلعه الاعلام التونسي، يبلعه وهو مبسوط لانه بيساهم في تضليل المنافس وهزه. احنا عندنا لا، احنا عندنا الناس بتتنافس ازاي تقدر تجيب حواشي الفرقه من جوه، ازاي تقدر تطلع على ادق الاسرار وتنشرها، مش فارقه معايا الاهلي يخسر او ما يخسرش، وربما يكون في بعض الناس بتسعى لده. لكن في النهايه المؤكد ان المسؤوليه المهنيه على الاعلام نقل الحقيقه ولا شيء غير الحقيقه. الحقيقه والله تفيد هذا الفريق تضر هذا الفريق، انا المفترض مسؤوليتي المهنيه مش بتاعتي، تقدير الموقف فقط من المسؤوليه والامانه المهنيه. لكن ان هم يستخدموا الصحافه التونسيه شويه يضللك السنه اللي فاتت في لاعب المساكني ودلوقتي يقول لك الخنيسي، المؤكد يعني الوحيد معاذ بن شلبية المدرب حارس المرمى فعلا عمل جراحه. لكن انا يعني اللعيبه الكبيره اللي زي وليد صلاح بيبقى لازم تسمع يعني وجهه نظرها. حقيقي دي كلها في احنا باستمرار نقول ايه، واللي ايده في الميه مش اللي ايده في النار. وليد صلاح مركز في الجول على حاجتين مهمين جدا. قال لابد ان النادي الاهلي يلجا الى الضغط، ما يبقاش رد فعل، يعني ما يستناش يشوف الترجي هيلعب ازاي ويبتدي يتعامل. افرض انا افرض اسلوبي ان اضغط عليه وانا معاه صراحه. لو اقدر بدنيا وتنظيميا ان انا اضغط على الترجي من اول دقيقه اطلعه بره المباراه. انا رايي كده. انا موافق على هذا التعديل. لكن هو ايضا يرى ان عشان يتم هذا الكلام محتاجين شويه تعديلات في التشكيل. يعني هو حاطط ثقته في مؤمن زكريا وبرضه انا معاه. مؤمن زكريا لاعب في المواقف الصعبه بمعدنه بيبان، وهو بيساعد هجوميا وبيساعد دفاعيا على اكمل وجه. من ناحية الشمال بيكون عنصر مؤثر جدا جدا. ايضا اجايه من الاول كده هو عايز يعتمد عليه. يعني انا شوف وليد راجل دماغ يعني. كنت لسه هسألك يعني وليد صلاح الحقيقة عنده موهبة فنية عالية. يعني الكرة المصرية مش مستفيدة منه ككوتش. يعني أنا في تصوري لا. موهبة عالية بقيمة طبعا دماغ وليد صلاح ده مدير فني هايل. مدير فني هايل بس خلي بالك يعني أعلى ما عنده رؤيته الفنية. نتكلم بصراحة. هل وليد صلاح بحجمه ده النهاردة يشتغل مدرب ب 5000 جنيه و 6000 جنيه؟ لا مش بالضروره يشتغل في الناشئين. هيشتغل فوق. طبعا. مع اي حد في اي نادي. في اي نادي. طبعا. أي نادي. هيبقى مدرب. مدير فني. مدير فني عايز بس اصبر عليا بقى. هو ما خدش السكه دي، ما هو كان هو لو كان استحمل السنين العجاف كان زمانه بيحصدها. هو دلوقتي انت عشان تجيب واحد مدير فني كان لازم هتاخد تجربته وتراكم الخبرات. ناشئين وبعدين مساعد مدرب وبعدين مدير فني في نادي صغير وبعدين مدير فني في نادي كبير وهو قادر. يعني انا شايفه من احسن الناس اللي تفكر في الكوره طبعا. لكن هو وجد نفسه في التحليل. شوف فخسرنا شوف في الملعب
كسبناه في التحليل خسرته في الملعب، لكن خسرناه في الملعب. انا رايي ان وليد صلاح مقصر في حق وليد صلاح. ايوه يلحق نفسه بقى كراجل كوتش كبير قوي 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 يعني الحقيقه حد موهوب في الجزئيه، وارجو ان يستفاد منه في المنتخبات. انا حتى بستغرب لما في بعض المراحل خد سكه مدير الكوره، يعني وليد الموهبه الاداريه عنده مش عاليه زي الموهبه الفنيه، يعني هو بس هو انا متاكد موهبته العاليه از كوتش ككوتش متاكد ان هو كان موظف فني. موهبته ها كمدير اداري في انتقاء اللاعبين في لا انا عارف وليد يفكر ازاي، وعارف الهارموني اللي كان بينه وبين الكابتن مختار ما كانوا يعني بيستعين بيه في ادوار اخرى. لكن هل المعلق الجزائري رايه ايه؟ حفيظ دراجي. عايزين نسمع رايه في دي ام سي. ازاي فرص وحظوظ الاهلي وايضا فرص وحظوظ الترجي؟ والله في هذا المستوى المتقدم من المنافسة أعتقد أن حظوظ كل الفرق متساوية، حظوظهم متساوية خاصة بعد نتيجة مباراة الذهاب 2-2 وأداء الأهلي في الشوط الثاني وبعد أداء الترجي الثلاثي في الشوط الأول. أعتقد بأن الحظوظ متكافئة جدا، الضغط سيكون على الفريقين، على الفريق الثلاثي أكثر لأنه هو المرشح أكثر، لأنه سيلعب مباراة العودة على ميدان وأمام جمهوره، لأنه حقق نتيجة طيبة بهدفين هدفين في مباراة الذهاب. ولكن كرة القدم فيها الكثير من المفاجآت، وكرة القدم علمتنا بأنها تخبئ الكثير من الأشياء لا يمكن معرفتها قبل انطلاقة المباراة، ولكن أنا أتصور بأنها مفتوحة على كل شيء. وزي ما اتكلمنا على موهبة وليد صلاح الدين، كمان علي ماهر. علي ماهر قوي من المدربين الواعدين بحاجه كبيره. ده علي ماهر قوي، ده فاجئني في التدريب. صحيح مستواه لا يقل عنه كلاعب يعني. صحيح علي ماهر كان واحد من اعضاء الجهاز الفني للاهلي اللي حقق البطوله الافريقيه او اميره البطولات الافريقيه، عاش اللحظه دي كتير مع الاجهزه الفنيه للاهلي، ورايه في المباراه مهم نسمعه. جاي يقعد على الدكه. يبقى ما هو لازم يبقى معاك كروت زي ما ميدو قال برضو، النقطه مهمه. المهم ان انت تبقى معاك كمدير فني معاك كروت كويسه بره. خلي بالك هو ادوار، هي المشكله مش احتياطه اساسي. هو انا دور، انا النهارده انا دوري دلوقتي اخش دلوقتي في التوقيت ده، انا بلعب في الاول خلصت الدور بتاعي، واحد تاني بيخش يعمل الدور بتاعه. فهو مهم جدا يبقى معاه لعيبه تقيله برضو بره، ما ينفعش كل الاوراق موجوده. لا، ايه المشكله لما يبقى جاي معايا؟ وبعدين انت عندك اللعيبه اللي موجودين في الملعب كلهم بتوع بطولات، كلهم واخدين على الضغوط دي. خلي بالك الماتش بره في هناك صعب جدا جدا، الناس مش حاسه، صعب بموت جدا، صعب، ماتش تقيل جدا جدا جدا، لعيبه تقيله ولعيبه جامده جدا، ولعيبه بتعرف تتعامل مع في الضغوطات ازاي، ولعيبه ازاي تعرف تستفزك ويخلوك على طول مضغوط، فمين اللي يعرف يتعامل مع الكلام ده؟ ما ينفعش انت تدخل حد مش متعود على الكلام ده، هتاخد وقت، مش وقته، مش توقيته، انت عايز بطوله، والماتش لازم يتقسم كويس. انت عايز الماتش الشوط الاولاني اطلع ما يجيش فيها جوان، ما يجيش فيها حاجه خالص، وطول ما 0-0 هم هيبقوا مكهربين، طول ما انت 0-0 الدنيا تبقى مكهربه عندهم، هم يبقوا قلقانين. وخلي بالك في دماغهم السيناريو بتاع ابو تريكه 2012 بالظبط، فالسيناريو موجود في دماغه. فطول ما احنا طول ما النادي الاهلي 0-0 اكيد في اي وقت تقدر، وبعدين انت عندك لعيبه موجوده تقدر في اي وقت تجيب لك اجوان. انت عندك احسن لعيبه في افريقيا موجوده عندك، احسن لعيبه موجوده في افريقيا عندك في النادي الاهلي. فكل لعيبه تقيله، محتاج عايز تمسك كوره يمسكوا لك كوره، محتاج في تقل على ال 18 في تقل على ال 18، محتاج كروس شخصيه موجود، محتاج حد يجيب لك اجوان وحد بيعرف يتحرك موجود، كل اللي انت عاوزه موجود. يعني كابتن علي بقى زاد من البيت شعرا، عندك احسن لعيبه في افريقيا والا تستقبل جون، وانا معاه بيتفق مع رؤيه الكابتن وليد، اضغط اضغط عشان ما يخشش فيك جون، وبعدين سيب الماتش يقودك الى الفوز باذن الله. ولكن ميدو، انا بهتم قوي على فكره، ميدو لما بيتكلم في كوره بيعجبني. صحيح لما اتكلم في كوره بيعجبني. نشوف ميدو قال ايه. زي ما كابتن علي بيقول، صحيح النتيجه ايجابيه للترجي في مصر، ولكن الضغوط عليهم هناك، هم بيلعبوا في ملعبهم طول ما الوقت بيمر والنتيجه 0-0، هم قلقانين وعندهم يعني بيقول لك ديجافو، حاجات شفتها قبل كده، ممكن سيناريو موجود. فمهم جدا
ان الاهلي لو اراد التاهل من هذه المباراه ما يستعجلش. لازم تكون الاخطاء قليله جدا. يعني مباراه لا تقبل الاخطاء. فالنهارده خطا زي اللي حصل بتاع شريف اكرامي بره البطوله. خطا النهارده زي التمركز السيء بتاع الكورنر اللي دخل في الهدف الاول بره البطوله. فكل دي اخطاء اعتقد ان كابتن حسام البدري عنده من الخبرات الكافيه هو وجهازه ان هم يصلحوا الاخطاء دي في الوقت اللي ما بين المباراتين، ويقدر ان هو يقلل الاخطاء على قد ما يقدر. انت كمدرب ما تقدرش ان انت تقول ان انا فرقتي هتبقى نازله ما فيش في بيرفكشن، في مثاليه في الاداء، ما فيش اخطاء. ولكن لازم الاخطاء دي تكون قليله جدا، لان فرقه بحجم خبرات الترجي على ملعبها ومدير فني ذكي جدا في التعامل مع المواقف الصعبه في الملعب ومع المباريات الكبيره، عنده خبره في الماتشات الكبيره من وزارته، ومسك انديه كبيره جدا، مسك كل الانديه الكبيره في تونس، كل الانديه الكبيره. فالنهارده لازم تبقى الاخطاء قليله جدا. اكيد كابتن حسام هيقعد مع لعيبته، هيتفرج على الفيديو، هيتفرج فيديوز، وهيتفرج على الاخطاء اللي كانت موجوده في المباراه الاولى مش هتكون موجوده في المباراه الثانيه. اذا برضو كلام ميدو متفق مع علي ماهر ومع وليد صلاح. زود كلمه ان ازاي هو كابتن علي قال 0-0 بتضغط عليه. ازاي نفضل 0-0؟ ما فيش اخطاء، ماتش لا يتحمل الاخطاء. واللي يخلي الاخطاء تقل قوي او تنعدم التركيز الشديد. تركيز شديد مع التزام بالتعليمات، كل واحد مركز قوي في اللي الكابتن حسام البدري طالبه منه. بس احنا ما بنلعبش لوحدينا في الملعب، ما زي ما انت بتتكلم مع لعيبتك، فوز البنزرتي بيتكلم مع لعيبته بيفكر فيه وراه بالظبط. ما احناش لوحدينا، والمساله على ارضيه متساويه، بل بالعكس النتيجه اللي حصلت هنا خلت له افضليه على ملعبه، ده من مؤكد. اجواء الترجي فيها ايه بالظبط؟ معنا على الهاتف من تونس زميل صحفي مخربش شويه، محسن لملوم فيومي، ولما بيروح شمال افريقيا بيقلب شمال افريقيا. تلاقيه في الجزائر بقى جزائري، تلاقيه في تونس بقى تونسي، في المغرب تلاقيه مغربي، يعرف يتعايش، يعرف يتاقلم مع شمال افريقيا، وانا عارف ده كويس. محسن لملوم سكرتير تحرير الاهرام الرياضي، اهلا بيك يا استاذ محسن. يعيشك يا استاذ ابراهيم. شفت قلبت تونسي اهو. بدا بيعيشك على طول. طالما تونسي بقى. ايوه. يعيشك. اهلا بيك يا محسن. حضرتك طبعا والكابتن عادل. اهلا بيك يا استاذ محسن. كنا بنتكلم يا محسن على ان خلاص عرفنا اجواء النادي الاهلي وتدريباته، لكن عايزين نفكر شويه في المنافس بتاعنا. يا ترى قدرت ترصد ايه من خلال المعسكر بتاع الترجي؟ يعني اجواء الترجي وجماهيره وشايفين الدنيا هم ازاي، وايه اللي يعني ايه اخبارهم؟ والله اقول لحضرتك، رغم النتيجه الايجابيه اللي هي المفروض تصب في صالح نادي الترجي اللي هي 2-2 في برج العرب، ورغم اعتراف الكل هنا في تونس ان الاهلي مش في حالته في الفتره الاخيره، لكن كلهم هنا عندهم حاله تخوف كبيره جدا وقلق كبير جدا 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 من الضيف الثقيل بين قوسين اللي هو النادي الاهلي. السبب في كده طبعا التوابق النادي الاهلي اللي عملها كتير قبل كده، سواء في خارج مصر او داخل مصر، واهمها طبعا حصلت كتير في ملعب رادس، وطبعا كانت قدام نادي الترجي كتير نفس المنافس. عايز اقول لحضرتك ان هم بيتخوفوا من سيناريو كلهم شبه متفقين عليه، ان النادي الاهلي هيلعب هيقفل دفاعه، هيبقى دفاع صلب جدا بحيث انه ما يقبلش اهداف، وفي نص المباراه في الشوط الثاني هيخطف هدف ويقتل المباراه ويفوز، وهم حتى بيقولوا النادي الاهلي بارع في هذا الامر وسبق وعملوا كتير ويقدر يعملوا حتى لو هو مش حل باي لعيبه، لان كل لعيبه النادي الاهلي مخضرمه في وجهه نظرها. ده على توقعات الشارع التونسي او حتى الخبراء الكوره والصحفيين وكل المحبين حتى نادي الترجي. حتى لو حضرتك لو تلاحظ ان هم ما فيش فرحه عندهم خالص رغم ان النتيجه بتصب في صالحهم. يمكن كان لو حضرتك تتذكر يا استاذ ابراهيم ويا كابتن عدلي سنه 2001 لما الترجي والاهلي تعادلوا في القاهره 0-0 اللي احتفلوا مع جمهورهم، ولما تعادلوا 1-1 في نهائي 2012 دوري الابطال برج العرب احتفلوا، وفي المرتين خرجوا على ارضهم، في المره دي متعادلين 2-2 ومفيش اي احتفالات ومانعين اي احتفالات نهائيه، لان عندهم مباراه ثانيه، يعني الشوط الثاني من المباراه بالنسبه لهم صعب جدا. حتى كنت بتكلم مع محبين الترجي كان يقول لك الضغط هيتنقل على الترجي ويبقى عالي. طب يا جماعه عندكم افضليه التعادل بهدفين، قال لك لا، الترجي يلزمه يجيب جون في اول 10 دقائق عشان يقدر يوتر الاهلي. طب ما هو برضه حتى رديت على الحته دي قلت لهم الاهلي ممكن يتعادل مثلا ويكسب 2-1،
قال لك لا يبقى الترجي المفروض يجيب اثنين المفروض يجيب ثلاثه، فهم مشوشين بسبب سوابق النادي الاهلي المعروفه وخصوصا في ملعبها. يعني بيتفق مع استنتاجاتنا ان الترجي وجماهيره عايزين شوف التركيز على وش اللعيبه، الترجي وجماهيره عايزين يجيبوا جول عشان يقدروا يطمئنوا. لكن انت شايف بالظبط في اول 20 دقيقه. طيب ال 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 على مستوى العلاقات ومستوى التعامل الاعلامي مع النادي الاهلي، انت شايف التوتر اللي كان بيبقى موجود عاده في السابق ده ما زال موجود على صفحات الجرايد ولا الدنيا هاديه؟ لا 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 مش موجود تماما. ناس فيما من بعض الامور يا كابتن عادل اللي هو الناس بتقول رايها اللي هو مثلا ايه، يعني كان في حته متكلمين عليها في الصحف التونسيه النهارده اللي هو موضوع الحكم الكاميروني وصلة الكهرباء ما بينه وبين فرانس كوم. طبعا نفوا الكلام ده تماما وبيقولوا ان دي وسيله من وسائل النادي الاهلي للضغط على الحكم، ده على حد تعبيرهم يعني. طبعا نفوا الكلام ده ومفيش وده مش صحيح، نفوه جمله وتفصيلا يعني كل الصحف تقريبا متفقين على انه المعلومه دي مش صحيحه، والله اعلم طبعا اذا كانت صحيحه ولا لا. مش هم اللي يقولوا، الاتحاد الافريقي هو اللي يقول يعني. انا مع مع انا مع صراحه ما لقيتش مع ما لقيتش تاكيد المعلومه دي حتى هذه اللحظه يعني. يعني انت عايز تقول لي ان انت عايز تقول لي ان انت بنشاطك الصحفي مش هتدور على قسيمه الجواز بتاعه الحكم؟ مش ما حدش هيدور فعلا على قسيمه الجواز. ايوه صوره حابب اقول لحضرتك بس في اكيد طبعا وصلتكم اخبار المعسكر الترجي ان هو الكابتن فاز بالذات عنده مشاكل في تقريبا في ثلاث خطوط من خطوطه، الدفاع المركز حراسه المرمى بعد الاصابه المفاجئه لمعز بن شريفيه، طبعا هي مش اصابه هو كان عنده عمليه جراحيه فتستوجب الراحه ثلاث ايام وبالتالي ممكن بشكل كبير جدا هيغيب عن 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 المباراه. ايه العمليه الجراحيه اللي ثلاث ايام دي؟ يعني كان عنده فسفوسه ولا ايه؟ ايه يعني ايه عمليه جراحيه ثلاث ايام؟ اسفل الظهر المعلومات اللي وصلت لها. تمام كمل بقى ولا حاجه. يبقى هيلعب ماشي. بالنسبه برضو كانوا متخوفين من منتصر طلبي اللاعب المدافع اللي هو صغير في السن كان في مباراه الاهلي متخوفين منه، في بيرجح ان هو يلعب مكانه اللاعب علي المشاني اللي هو عنده خبرات اكبر من منتصر الطلبي. وفي نفس الوقت طه ياسين خنيسي لن يكتمل شفائه رغم ان كل التاكيدات بتيجي من معسكر الترجي انه اكتمل الشفاء وجاهز تماما، لكن ربما ان المدرب فاضل الجزارتي يبقيه على دكه البطلاء ان احتاجه او ربما يلعب فيه ويطلعه ثاني كنوع من الضغط او نوع من الضغط النفسي على النادي الاهلي او الحرب النفسيه مع النادي الاهلي. لكن هو بيجهز بداله اللاعب هيثم الجويني وده مهاجم شاب ويعني احد المهاجمين الكويسين او البارعين لنادي الترجي، يفكر ان هو يحطه بدل طه ياسين خنيسي في حاله ان هو ممكن لو ما لعبش يعني المباراه. انا رايي يا رب يلعبوا فول تيم عشان نفضل على تركيزنا واهتمامنا، لان ربما احنا لو ما لقينا مهاجم جديد ما تركيزنا يروح شويه. اتمنى نلعب فول تيم. بالظبط كده. انا بالظبط اي حد الاهلي قادر يواجه ان شاء الله. الامن التونسي وافق على 20,000 ولا 40,000 للمباراه؟ لا كان 40,000 لحد النهارده كان 40,000. والتذاكر طبعا نفذت مش كده؟ نفذت وفي كمان مش نعمل لسه ما نفذتش لان في بكره مبيعات برضه للتذاكر. لمست مؤازره جماهير الافريقي للاهلي ولا مش ملموسه عندك؟ لا لان الجمهور الافريقي عنده مباراه مهمه جدا مش هكفي تركيزه ضد الجزائر بطوله الكونفدراليه ثاني يوم لانهم مغلوبين من المولوديه في الجزائر 1-0 وهيلعبوا يوم الاحد على ملعب رابي قدام المولوديه. طبعا ده مشتت ذهنهم ومش مخليهم مركزين مع الترجي خالص، طبعا مع امنياتهم ان الاهلي يفوز على الترجي الثاني بلا شك يعني. هو الترجي لو كسب هيفضلهم. بالظبط. الترجي في معسكر مش كده يا محسن؟ بالظبط. الامور دي موجوده في كل مكان في العالم. نعم طبعا طبعا. الترجي في معسكر مش كده؟ الترجي في معسكر بيقول لك في تربص اكيد، يقول لك دخلوا تربص. كان فتح التدريب لاول ربع ساعه وبعد كده اغلقوا، يعني ما فيش مفاجات يا استاذ ابراهيم زي ما حضرتك عارف في القدم دلوقتي يعني. صحيح. شكرا جزيلا للزميل العزيز الاستاذ محسن لملوم سكرتير تحرير الاهرام الرياضي.
واللي موجود في تونس حاول يرسم لنا بعض ملامح صورة الترجي وإزاي فوز البنزرتي بيجهز فرقته لمباراة السبت إن شاء الله. إحنا شفنا في الفيديوهات، شفنا رأي ميدو وشفنا علي ماهر. الحديث عن دفاع الأهلي بقى، الحديث عن دفاع الأهلي إزاي يقدر يتجنب اهتزاز الشباك لأطول وقت ممكن زي ما توقع السيناريو علي ماهر وميدو، إن أنا أفضل محافظ على نظافة شباكي أطول وقت ممكن بحيث إن أنا لما أباغت الفريق وأضغط عليه أتمكن من التسجيل وأقدر أخرج من المباراة باللي أنا عايزه. رأي واحد من مدافعي الأهلي السابقين اللي عاش معاه برضو فترات مهمة في البطولات المماثلة، الكابتن محمد صديق. محمد صديق كان له رأي في مباراة العودة مع الترجي يا باشمهندس على قصر الفترة اللي قضاها محمد صديق في الأهلي، لكن انت كان ليك رأي انه صديق وطارق السعيد جم فترة قصيرة جدا حققوا بطولات، خد وسام، وسام خمس بطولات ووسام في سنة ونص لكل واحد فيهم. يعني ملخص عمرهم كله في السنة ونص اللي لعبوها في الأهلي. نشوف رأي محمد صديق كمدافع ورؤيته للمباراة. والله مباريات النوك اوت اللي هي بيبقى فيها يعني فوز او خساره هو اللي بيحدد مصير الفريق ملهاش مقاييس، يعني ما تقدريش تقولي ان في فرقه مثلا بنسبه كام هي اقرب للفوز او فرقه بنسبه اقل هي الاقرب للفوز، لا الموضوع ما بقاش كلام. الموضوع كل مباراه بقى ليها ظروفها وكل ماتش بيبقى على حسب استعداد اللاعبين وعلى حسب التشكيل اللي كابتن حسام ادريس ده بيه، شكل الملعب هيبقى عامل ازاي، الخطه اللي نازله هيلعب بيها. لكن انا يعني يمكن انا شايف طبعا ده يعني ما ينفعش اعدي فيها على كابتن حسام بدري، ولكن مش يعني حابب ان الاهلي ما يبداش المباراه بشكل هجومي قوي، يعني يبدا المباراه كانه بيلعب جيم جديد، يعني كان الاهلي بيلعب جيم جديد مع فرقه جديده وعايز يكسب بس. يلعب بشكل متوازن، ما نبقاش بنهاجم بالدفاع، لان طبعا فرقه الترجي فرقه برضه كبيره وعندهم لعيبه خطر جدا صحيح. وعندهم صحيح. خبره، يعني يمكن لعيبه الترجي خبرتهم اكبر شويه من لعيبه الاهلي، لان معظم منتخب تونس فيه لعيبه كتير قوي من الترجي. فوز البنزرتي مدرب عنده خبره وعنده أكيد. خبره كمان ودرايه بالكره المصريه بشكل كبير اكيد. فبس اللي الاهلي محتاجه في المباراه دي انه يكون فيه توازن في الاداء شويه، ما يبقاش فيه هجوم من البدايه، بالعكس انا شايف انه بيلعب جيم عادي جدا كانه بيلعب لعب النادي الاهلي اللي هو عايز يلعب قدام اي فريق علشان اكسبه، لان الاهلي بيحتاج يفوز 1-0 بس. صحيح، احنا لازم نلعب بالشكل ده، ما يبقاش فيه دفاع من بدايه المباراه، ما يبقاش فيه تهور في ان احنا نبقى فاتحين الملعب فالترجي يبقى عنده فرص انه يسجل او عنده فرص انه يضيع. طيب لعل الصوره تكون اتضحت، لكن وقت بالجد الجميله بتظهر بجد يا باشمهندس. الفقره الجايه دي يا جماعه فقره الجميله بجد، التذكر امتى وقت الصعوبات بيحصل ايه؟ شويه اللي عايز يسجل اللي عايز يعمل هتجدوا كلام سمعتوه بس متناثر، احنا جمعنا لكم الجميله اللي هي مين؟ اللي هي بتظهر وقت الجد. عموما هنطلع لفاصل، هنطلع لفاصل قبل منه هتشوفوا الجمهور اللي بيصنع هذه الجميله، الجمهور اللي خلى فعلا جمهوره ده حماه. نسمعه ونطلع لفاصل وبعديها نشوف الجميلة اللي بتظهر وقت الجد. Thank you.
باذن الله نحقق حلم حياتنا. وحلم حياتنا ان احنا نشوف الاهلي ومكانه الاهلي في عيون الناس. ودي مش بالنتائج بس، انما بعظمه الاهلي والناس شايله همه. اهو سمعنا الرساله بتاعت الزميل محسن لملوم، وان الناس المره دي مش عايزه تحتفل. اتلسعت من الشوربه اكتر من مره، فدلوقتي يتريثوا. هي دي مكانه الاهلي، هو ده الاحترام مهما يحدث بعد كده. لكن عايزين باستمرار نعبر عن قيمه النادي الاهلي، وكل جيل دي مسؤوليته انه يتواصل فيما فعله الجيل السابق عشان يسلم اجيال وراه تكمل المسيره اداريا فنيا على مستوى النتائج. استاذ ابراهيم، وقت الجد تظهر الجميله بجد اللي هي، وما اعتقدش في اجمل في تاريخ الاهلي او الرياضه المصريه بجد من روح الفانيلا الحمراء. عجبني والله. انت يعني ايه فعلا فكره، والله الكلام يعني في الجزئيه دي مش مجرد رياضه ولا كوره ولا مكسب ولا مباراه ولا طب هي دي يا استاذ ابراهيم دي موروثات وثوابت ولا لا؟ طبعا. جت منين؟ تراكم. تراكم من ايه؟ تاريخ. لحظه بقى، هو ده التاريخ اللي مجنن الناس. هي دي القيم اللي مزعله الناس. هي دي الشيء اللي مش قادرين عليه. ايوه. فلما بنتكلم احنا عن الناس اللي جايه تخبط في هذا التاريخ وتخبط في هذه القيم، ما بنتجناش على حد ومش بنتهمهم. هم يا اخواننا مشاعرهم كده. هذا ليس اتهاما. لما بنقول الاهلي مخترق من ناس ما بتحبش الاهلي، ده مش اتهام، ده واقع الامر. النهارده مثلا الاستاذ اسامه خليل كاتب حته تخصني انا، مش هتكلم على الحته اللي تخص الكابتن الخطيب ولا الحته اللي تخص الوزير خالد عبد العزيز. كل واحد قادر باذن الله انه يرد على ما يخصه بما يتوفر له من ادله ومنطق. هتكلم عليه يخصني لانه اقحمني وقال عدل القيعي اللي بيقول مخترقين. ده احنا كنا عنده وبنروح وبناكل مندي. المندي دي يا جماعه اكله يعني خليجيه، بنحط اللحمه في حفر كده وبتستوى. طيب، اولا هو كان صاحبي وما زال صاحبي اذا حب يعتبر. يعني ايه صاحبي؟ انا قلت صاحبي ده اسهر معاه، اصطاد معاه سمك، اكل معاه مندي، انا حر. لكن لما يجي يقول لك والاستاذ جمال عاصي شاهد، لا ده مش الاستاذ جمال عاصي، هو استشهد بناس كتير جدا، قامات انا بحبها وكلهم يا استاذ ابراهيم متفق على فتره من الفترات لحقت هذه الاعداد. الاستاذ الجميل اسامه اسماعيل، صحيح. طبعا. بورسعيدي جميل، راقي جدا، صحيح. قيمه، صحيح. كان بيخش معايا نعمل البطاطس ونطبخ انا وهو. الاستاذ نصر القفاص، الاستاذ ابراهيم عيسى، الاستاذ ابراهيم منصور، ناس كتير بعتز بيهم. انا كنت بعتبر الاعداد دي بمثابه صالون ثقافي، كنا بنتكلم في الفن والرياضه والادب باختلاف المشارب والانتماءات. هل ده في يوم من الايام يتقال لي مال انت كنت بصاحبنا ليه؟ بصاحبكم لانكم بني ادمين ومفكرين. وانا قلت انا بحترم الاستاذ اسامه لانه صحفي كويس شاطر، لكن مش ضروري ان انا اتوافق معاه على فكره ولا اسمح له ان يتدخل فيما يخصني. يعني انا كنت وقتها احيانا عضو مجلس اداره واحيانا مدير نادي. لكن هل حد في القعده دي كان يستطيع ان ياخذ مني خبرا يخص النادي الاهلي؟ هو ده الفرق بقى يا استاذ ابراهيم، واللي بقوله لاصحابنا الزملكاويه اللي موجودين في صلب وهيكل الاعلام وهيكل الدولاب الوظيفي في النادي الاهلي. لا ده مش دوركم. لحد هنا وستوب. تبقوا معانا واصحابنا وحبايبنا ونخرج وعمرو خفاجي صاحبي، ولكن لما يقول لي يوقف الاهلي يوقف الزمالك يوقف الاهلي ما اخدوهاش بهزار. لان كل الحاجات لما الاقي الاستاذ اسامه خليل بيقول هذا الكلام وبيتوافق معاه وبيسعى اليه والاقيه في دائره وفي عمق النادي الاهلي، اقول له لا، انت واحنا كنا بناكل ونشرب ونعمل
وانت حضرتك تفضلت قلت الاستاذ جمال عاصي هيحكي لكم مش عارف يعني اذا كان هيحكي لهم على ان احنا كنا بناكل مع بعض ارجو لا لان انا ده موضوع يخصني يعني ان انا اعزم حد او حد لكن يا ريت اذا كان في حاجه الاستاذ جمال عاصي يعرفها تفيد الاستاذ اسامه فيما يريد ان يذهب اليه يا ريت يقولها ما هو شاهد عيان ده مش هو بس كل اللي استشهدنا بيهم دول اصحاب اصحاب فكر بنحب نتبادل الرؤى ونتكلم في الفن والادب والرياضه باختلافاتنا ونحترم اختلافاتنا لكن كل واحد عنده خصوصيه المكان بتاعه لا كنت انا بخش في الشان الزملكاوي ابدا وغير مسموح لي ان انا اخش في الشان الزملكاوي يعني هو الاستاذ اسامه كان هيسمح لي ان العب نفس الدور في نادي الزمالك لا هو ولا اصدقائه وكان هيبقى الوضع غريب صحيح. ولا نسمح لنفسي ان اكون متواجد في هذا الموقف اللي لا يفيدني ولا يفيد المسؤولين في نادي الزمالك لان ما حدش هيصدقني فلما بنقول كده ليس ان انا بنتقص بالعكس انا بحترمه كراجل مهني واعلامي لكن هو لا انت متدخل في الشأن الاهلاوي جدا ومؤثر عليه بدليل انك انت يوم الجمعيه العموميه وقفت في جمعيه عموميه النادي الاهلي ما رحتش وقفت في جمعيه العموميه بتاعت نادي الزمالك اللي انت بتحبه اللي يوم ما كسب الدوري وكاس في 2015 قلت وهذا حقك وهذا هذه مشاعر صادقه احييك عليها الله يرحمك يابا كان نفسي تكون معايا في اللحظه دي هذا حقك لكن ما تقوليش انك بتحب النادي الاهلي ومصلحه النادي الاهلي لا ده اللي انا رافضه ورافض ان يبقى لك اي دور من بعيد او من قريب انت ومن يمثلك داخل النادي الاهلي هذا امر واضح ولا يسيئك ولا تعتبره هجوم مني رد عليا زي ما انت عايز بقى لا كلام بقى زي ما انت عايز انا لن يضرني شيء تمام ده الكلام خدنا بعيدا عن هذه الجميلة لا هي في الصلب والله صحيح روح الاهلي صحيح هنحافظ عليها من الموروثات والقيم والثوابت صحيح صحيح هذه الموروثات وهذه الثوابت اهم ما فيها روح الفانيلا الحمراء وده كلام لا هو دعايه ولا شيفونيه ولا احنا واقفين قدام المرايه بنمجد نفسينا لا خالص بخلاصه المساله يعني ايه فريق يرفض الهزيمه يعني ايه فريق يتمسك باراده النصر يعني ايه فريق يقاتل حتى اللحظه الاخيره من النفس الاخير عشان يوصل لهدفه دي روح بناء مجتمعات مش روح فوز فريق ببطولات صدقوني دي اكبر من مجرد كوره ورياضه دي فكره مجتمع بناء انسان سليم يتحدى بشكل سليم وبشكل قوي وبشكل يتمسك بحقه في الحياه كناجح يتحدى لحظات الانكسار استاذ ابراهيم ويحولها الى دوافع للفوز والنصر بالظبط فلما بنتكلم هو الانسان المصري ما خدش من هزيمه 67 انتصار في 73 وقود 6 اكتوبر مش ادهش العالم وقال لك ايه الناس دي صحيح يعني ما هو ده هي دي فكره بناء اراده النصر والرغبه في رفض الهزيمه والتمسك بالحق في النجاح من جيل لجيل فعشان كده الاهلي في مواعيد كتيره جدا وفي مواسم يخسر مباراه الاهلي على فكره في موسم يخسر من اسوان بس ياخد الدوري ليه لانه هو يدرك كويس قوي وفقا لموروثاته ان المشوار طويل وانه معنى مش معنى ان انا اتكعبلت على وشي واستسلم دي رساله لاي انسان وفي الموسم بتاع لكل طالب حتى هو الموسم بتاع هولمان لما كابتن صالح جدد له عليه جدد لهولمان والفارق 13 نقطة وكان فات ماتش من الدور الثاني يعني بالزبط. كمان والماتش كان بنقطتين مش بثلاثة صحيح يستطيع الاهلي ان يفوز بخمس نقاط فارق هو ده استحضر لايه؟ ثقة الكابتن صالح في انه بس ايه نخلي الاوضاع تستقر واللعيبه تحس ان مدربها موجود عشان ما حدش ايه يروح يمين ولا شمال فكله ركز في الهدف واستحضر روح الاهلي وكمل هذا هو الاهلي وفي المناسبات كتيرة يعني سجل حافل جدا مجهز لنا انت حاجات حلوة في البطولات بتفكر الناس بيها بقى يعني الحقيقة ازاي فاكرين حتى في الجزائر 2004 في البطولة العربية الاهلي هو بيلعب مع نصر حسين ضاي الجزائري والموقف متأزم جدا
لكن يفعلها الأهلي نذكركم بيها. كادت تلك الخطورة، الخطورة اللي تبقى دائما من جانب فريق الأهلي والرياض على جانبنا. توزيع الدقيقة القادمة الثانية، الله لا والهدف، أي لا 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 والهدف، هدف تنقل بأنه المرات مفتوحة على كل الاحتمالات، وفي أي لحظة من لحظات المباراة قادر الأهلي أو نصر حسن داي أنه يفتح باب التسجيل، الأهلي المصري يفتح باب التسجيل في الوقت بدل الضايع من المباراة، ويحط تقريبا كل أمال فريق نصر حسن داي الذي فعلا لم يكن يستحق هذا. وكذلك يا جماعة أعتقد اللي جاب الجون ده أسامة حسني. حسني يا جماعة محدش مدرك قيمة أسامة حسني والله، وأهدافه الحاسمة في بطولات كتيرة جدا، وإزاي هذا اللاعب القصير كان واحد من أبرع من يسدد برأسه ويظهر لك في الوقت المناسب هداف من طراز فريد هو كابتن محمد فضل. اتنين يجب أن نتوقف أمامهم وندرسهم صح، بس في وقت من الأوقات كده نلخص لهم اتنين شخصيات هايلة هايلة هايلة، لكن محترمة. كمان قيمتهم الفنية عالية جدا وما خدوش حقه. طيب تعالوا بقى نشوف ايه المباراة الجاية دي. انا فاكر كنت شاهد عيان عليها، واعتقد عبد المنعم الأسطى وهو في زميلنا في الاعداد فاكر كنا سوا في الرحلة دي. الاهلي بيلعب مع شباب بلوزداد في الجزائر 2001، كان مانويل جوزيفي هذا الموسم هو اللي بيقود الاهلي في دوري ابطال افريقيا. التعادل يخرج الاهلي بره البطوله خالص، لانه النتيجه في ابيجان كان لصالح اسك، فالاهلي ما قدموش حل غير ان هو يكسب، وبيلعب شباب بلوزداد الجزائري في الجزائر في الدقيقه قبل الاخيره اعتقد على ما اتذكر فعلها ابراهيم سعيد، لانه طوال المباراه كانت هذه الجميله حاضره، كانت روح الفانيلا الحمراء في جوه اللعيبه. سجل الاهلي في الشوط الاول هدف ابراهيم سعيد نتذكره. في هزيمه ريال مدريد في اوت اغسطس الماضي، التسديده الاهلاويه وهدف الاول، الهدف الاول للاهلي القاهر المصري، هدف تاريخي في هزيمه ريال مدريد في اوت اغسطس الماضي، التسديده الاهلاويه وهدف الاول، الهدف الاول للاهلي القاهر المصري. انا بس عايز اذكرهم بسرعه بحرج الموقف. الاهلي كان ابتدى البطوله كسب بيترو اتلتيكو الانجولي اللي فيه فلافيو وافيلينو وجيلبرتو 3-1 هناك، وخسرنا منهم 4-2 في ملعبنا. ايوه، وكان اي تعادل يطيح بينا بره، فكان لازم نكسب الماتش ده خارج ارضنا، والحمد لله نكسبنا وكملنا وخدنا البطوله. صحيح. في الكونفدراليه احمد رؤوف لعب تقريبا الفتره دي فقط مع النادي الاهلي، هو لعب وما كانش بيجيب جوان. لكن شوف الجون ده جابه ازاي في توقيت قاتل جدا للاهلي مع الدفاع الحسن الجديدي المغربي. يعني كمان ما دمنا احنا مع في رادس في الساحل الشمال الثلاث ماتشات دول في شمال افريقيا، فخد بقى اللي انت عايزه. في الجزائر فعلها الاهلي، في المغرب فعلها الاهلي كثيرا، في تونس عملها الاهلي برشا. نشوف أحمد رؤوف في وقت قاتل في الدفاع الحسن الجديدي المغربي. ودي المتابعة، يلا التسديدة، يلا التسديدة، جول 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 أحمد رؤوف، أحمد رؤوف والمارد الأحمر، المارد الأحمر يحلق في شواطئ المغرب ويأتي من بعيد، المارد الأحمر يأتي من بعيد بجول جول 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 أحمد رؤوف، أول هدف، أول هدف لأحمد رؤوف، ولكن هدف من ألماس، هدف من ألماس للمارد الأحمر، يعيد الكرة المصرية ويكسر عقدة الكونفدرالية. بص شوف القدرات، بص شوف الطموح، قلنا نقدر وبالفعل نقدر. يا سلام يا رؤوف، يا سلام يا رؤوف، لمسة حلوة حلوة حلوة، جول 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 جول، يعيد الأهلي، جول يعيد الكرة المصرية مرة.
اللي حصل في البطولة دي في 2013 اللي كان بيقود الأهلي فيها الكابتن محمد يوسف كانت حدوتة تانية. دي أعجب بطولة بقى. آه. كل حاجة فيها كانت توحي إنك باي باي. صحيح. يجي أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي يلعبنا هنا. فما تحددش ميعاد المباراة في الوقت القانوني عشان الأهلي يغير. كانت الظروف الأمنية تحتم عليك تلعب في الجونة. والجونة ما فيهاش إضاءة. وداخلين على رمضان ومفيش فرصة ان انت تغير لو تفتكر. فالاهلي يلاعب اورلاندو بيراتس الجنوب افريقي في الجونة فيخسر 3-0 وانت صايم وملعب سيء جدا والمنافس طبعا فطر واستغل الحدث ولطشك 3-0. تأزم الموقف لانه الاهلي تعادل مع الزمالك في المجموعة، كان معاه الزمالك في هذه المجموعة. الاهلي يجي يلعب ليوبار الكونغولي، يعني تعادل وهزيمة. فاكر انا من المفارقات بمناسبة علي ماهر، علي كان في الجهاز فقعد انا هو محمد يوسف واحمد ايوب، فكل ما نحكي على مين اقوى فرق يقول لك ليوبار، تطلع من المجموعة دي وتتكلم على المجموعة التانية بس الفرق اضع اقوى فرق يقول لك ليوبار كونغولي. هو ما كانش شايف وقتها الا الخطر من ليوبار الكونغولي. فالاهلي لعبه والتعادل يعني بالسلامة باي باي، لكن يفعلها الأهلي بروح هذه الجميلة بالتدخل قوي جدا من وليد سليمان عشان ينقذ الأهلي فرصته في أصعب الظروف وبرضه خارج الأرض ويتأهل عشان يفوز يخطب ود هذه الأميرة ويحصل عليها. نفتكر وليد سليمان. الأربعين من بداية الشوط، واستطاع اللاعب محمد ابو تريكه الذي كان مختفي تماما في الشوط الاول ان يضع تمريره ساحره الى ويقتنف بها هدف المباراه الاول، ويتقدم الاهلي بهدف دون رد لينهي الشوط الاول بهدف دون رائع من محمد ابو تريكه وتصرف اكثر من رائع من وليد سليمان. هدف فيه كل فنون الكره، تسلم وتحرك ولعبه اساس بالمقاس وانفراد بالمرمى ووضع الكره داخل شباك الحارس نجومي. الحقيقه النادي الاهلي بيدي درس في ان الاستحواذ على كره مش هو كل شيء في كره القدم. ايمانويل من خلال هذا الهدف وتالق ابو تريكه في التمرير. طب ما نجيب افريقيا كده ونرجع فلاش باك شويه للبطوله العربيه عشان نشوف في 97 في بطوله النخبه وكان في المغرب. ايه اللي حصل في المغرب؟ يعني لما نشوف ما حدث الاول، اتعادلنا هنا الاهلي كان محتاج الدور قبل النهائي مع المقاولين 1-1. لا مش المقاولين، الاهلي كان لازم يحقق الفوز على الرجاء عشان ما يخسرش. هذا كان الرجاء كان بيتصدر اولمبيك خريبكا المغربي، والاهلي مع الرجاء الموقف متأزم جدا في وقت قاتل. انا مش فاكر القاهره لكن فاكر هناك سمير كمونه وهادي خشبه في اصعب الظروف نفتكره. احنا رايحين متعادلين ولازم نكسب، لازم نكسب بره الارض. تعالوا شوف ايه اللي حصل. يشعر بانه كل هذا في صالحه. سمير كمونة بيسجل الهدف الدقيقة 43 والكرة في الهواء، بسجل سمير كمونة، وده اللي كنا بنقوله قد يحدث الهدف ده ويغير كل الموازين، يقلب خريبكا بدأ يطفو الجرايد اللي كانت مشتعلة، الأصوات بدأت ويحتفظ بالكرة بشكل قانوني دون أن يكون هناك إضاعة، لكن بتتاخد وتتنقل هيشوط. اصطدام هشام حنفي بالعرض الى محمد بكاري وبالهواء بالغلط وماشي طولت، ولكن الحكم بيصفر وبيقول في ضربة جزاء وفي كارت احمر وفي طرد.
وفي كارت احمد اللي نزل في الشوط الثاني سعيد المصراوي رقم 14. هادي وبيسجل هادي خشبة ضربة الجزاء الثالثة وبيصبح ايضا هادي خشبة هو الهدف. وايضا النادي الاهلي حياخد كاس اللعب النظيف وكاس البطولة والهداف. سبحان الله في اخر ثلاث دقائق او خمس دقائق كتبت السماء للاهلي كل هذه النعم دفعة واحدة بعد ان ظل محروما منها فترة طويلة. الف 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 مبروك للنادي الاهلي، مبروك ايضا لحكم المباراة علي بوسيم اللي قدم صورة للحكم، الحكم الذي يدير المباراة بقانون كرة القدم. شوف استاذ ابراهيم التقدير اللي انا بتكلم عليه. سبحان الله في اخر ثلاث دقائق يقلب الامور، مغلوب 1-0 الهزيمه والتعادل يمنعوه من اللقب. يقوم يجيب هدف التعادل قبل نهايه بدقيقتين ثم انفراد كامل بالمرمى يؤدي الى ضرب جزاء لا يمكن التغاضي عنها، يحرز منها هدف الفوز عشان يحصل على كاس اللعب النظيف. لا النتيجه 2-0، المباراه فضلت 0-0، الاهلي يتعادل مع الرجاء يخرج بره البطوله مجمعه. 1-0 يا حبيبي. ايوه النتيجه كان 0-0، الرجاء ما سجلش، الاهلي في هذه المباراه كسب 2-0 اعتقد. لا اولمبيك خربك المغربي الفريق الاخر متصدر، انا فاكر واخد بالك، انا فاكر ان انا صفر اصلا صفر. اقول لك ليه فاكر الماتش ده، فضل 0-0 فاكر ان احنا لازم نفوز. انا أيوة. بصرف النظر بالزبط. لازم نفوز بالظبط، فانا كنت عند عديلي كابتن الطياره احمد سيف وهو زملكاوي جميل بس بيحب الاهلي عشان خاطري لما يكون بيلعب الاهلي وانا موجود معاه فانا كنت عنده خلاص بقى اخر خمس دقايق طلعت وقفت في البلكونه عنده وخلاص بصيت لقيته يا عم خش يا عم يا عم خش، قلت له ايه؟ قال لي 2. قلت له 2 ازاي؟ قال لي والله 2 في دقيقتين كسبت البطوله فانا عارف ان ده يعني عشان كده فاكر ان احنا هنكسب، مش مش عارف ظروف صحيح الماتش قوي، لكن ده معناه ايه؟ ان احنا برضو في اللحظات الاخيره والروح وان احنا نكسب خارج الارض، ما هو كل البطوله مجمعه بس خارج الارض التعادل يخرجنا ما نكسبش البطوله. ايوه وده يعني الاهلي حتى بيعملها مع اقرب الناس ليه، يعني حتى لما في 84 المقاولين بيلعب مع الاهلي في بطوله واحده في كاس الكؤوس الافريقيه او في بطوله افريقيا للانديه ابطال الكؤوس، وكان المقاولين وقتها في عزه، يتعادل المقاولين في المباراه الاولى ويجي الاهلي في مباراه العوده يعملها معاه، نفتكرها. متعدي بيلعبها بالعرض محمود الخطيب، كوره حلوه حلوه من عامر، يخطفها الخطيب بسن جزمه في الجول الاولاني للنادي الاهلي. شوفها مع بعض تاني، عامر لعبها كويس قوي محمد عامر الكره اللي فاتت، الخطيب على طويله لحمدي يطلع شبيك وجمع ناصر محمد علي يحط الجول الاولاني للمقاولين المخطوفه، خطف الكره من قدام شبيك ويحط الجول الاولاني، اصبحت النتيجه قطع طويله لحمدي يطلع شبيك وجمع ناصر محمد علي يحط الجول الاولاني للمقاولين المخطوفه، هدف الكوره من قدام شبيك ويحط الجول الاولاني، اصبحت النتيجه. يعني الاهلي في ملعبه اتعادل مع المقاولين 0-0، ففي ملعب المقاولين يتعادل 1-1 عشان يصعد الاهلي ويكسب البطوله، وما عملهاش مع المقاولين بس مع اولاد عمهم عملها مع اولاد عمهم، يعني خلص على المقاولين نفس السيناريو. سبحان الله بنفس السيناريو، يتعادل في القاهره 0-0 ويروح في الاسماعيليه يتعادل 1-1 بجون حسام حسن سنه 86. هحكي لكم حكايه جون حسام حسن ده طبعا بس اما نتفرج على الجون الاول. محمد حازم بيفرد، هو ده يجيب جول، جول جول جول
الجول الاول للنادي الاسماعيلي يجيبه محمد حازم هداف الدوري وهداف النادي الاسماعيلي. وماشي طارق خليل 15 طارق وبيلعب كرة حلوة جوه جول جوه جول جوه جول حسام حسن حسام حسن جوه جول. بص دي بدايات حسام حسن مع الفريق. كان اصغر لاعب في الفريق صحيح. وكابتن ثابت البطل رحمه الله عليه بعد الماتش ده بقى بتكلم معاه قال لي الواد حسام كان مولعنا في الملعب. يعني احنا هو اصغر واحد فينا احنا كباتن عليه كلنا. هنخسر يا ولاد مش عارف ايه هنخسر يا ولاد مش عارف ايه عمال يشخط فينا هو اللي بيشخط فيهم. من يومه النزعه القياديه عنده من يومه الروح عنده من يومه ما تقش الهزيمه. فبيقول لي الكابتن ثابت فوجئنا ان هو اللي اكتر واحد سخن واكتر واحد متحمس وهو اللي خلص الماتش 1-1 وهو اللي يؤدي الى رغم ان الاهلي متعادل 0-0 ومغلوب 1-0 في الاسماعيلي من الاسماعيلي في الاسماعيليه لكن يجيب الجون اللي يتوج بيه الاهلي بالبطوله. وفي زيارة جديدة يعيشك يا أهلي سمعت محسن لملوم قال لك في تونس الناس لسه قلقانة جدا الأهلي كل ما بيروح حتى مسمينه الضيف الثقيل ضيف تقيل عليهم قوي. طب ما نفكرهم ونفكر حضراتكم في زيارة جديدة للأهلي كانت لتونس الأهلي والترجي 2001 سيد عبد الحفيظ اللي بيقود الفريق دلوقتي كمدير كورة فعلها في وقت للأهلي في 2001 في أول سنة مع مانويل جوزيه للمباراة النهائية في مثل هذه الظروف نفتكرها. يستفيد منها الأهلي من صندي شادي محمد في دائرة وسط الميدان والتسديدة مباغتة وهدف التعادل هدف التعادل للنادي الأهلي. كانت كورة مباغتة جدا لوب يرفع الكورة بالحارس الزوبي. التوقيت 31 دقيقة لعب في زمن الشوط الثاني فرحة كبيرة جدا في جماهير الأهلي وفي اللاعبين وبنك الفريق. 1-1 في الإعادة سنستفيد من صاحب هدف التعادل وائل جمعة يخرج الكورة ترجع من الدفاع وليد عزيز وأظنه سيد عبد الحفيظ سيد عبد الحفيظ إغالة الحارس الزوابي. 1-1 هدف في وقت مهم جدا للأهلي. هذه فرحة الجماهير المصرية والأهلوية. إذن سيد عبد الحفيظ قلت صاحب كرة. بمناسبة هدف الكابتن سيد عبد الحفيظ في الترجي اللي منحنا البطولة. لا صعدنا للنهائي. منحنا البطولة. بالظبط. ما أنت كنت هتخرج يا إبراهيم. احنا متعادلين هنا 0-0 وهناك كده 1-1. أنا أعي ما أقول. لكن اللي انا عايز اقوله من الظلم جدا ان يوصف هذا الهدف بانه رميه من بلا رامي او انها غير مقصوده لان حتى المذيع التونسي ادرك ان هو شاف الحارس بره ده عصام الشوالي في بداياته في بداياته فلعب الكوره كرباج ربنا وفقه فيها فهي قال ايه غافل حارس المرمى غلط غلط حارس المرمى غلط حارس المرمى ولعبها من فوق دماغه وهذا حقيقي. لكن طبعا الجون اللي كلنا مش هننساه لان عشناه بقى جون نهائي والكل يتاهب والجمهور بيحتفل في المدرجات والوقت المحتسب بدل من ضائع والاهلي يلعب واحده من اعظم مباريات كره القدم اللي لعبها على تاريخ لقاءاته الافريقيه ونفس الظروف الاهلي اتعادل هنا 1-1 1-1 بس الشوط الثاني مع الصفاقسي كان الاهلي يبدع وكان مانويل جوزيه يبدع ولعب ناس للمره الاولى يمكن محمد عبد الله واكوتي ما لعبوش قبل كده مع النادي الاهلي الا في هذه المباراه خدوا في التوقيت اللي عايز فيه يرهق ويضغط على الصفاقسي ثم نزل المفاتيح اللي تقدر بعد كده تقلب له النتيجه. وده كان فين؟ كان في ملعب ايه؟ في ملعب الصفاقسي رادس في رادس في استاد رادس فعلوا عليه الكمال تعالوا نفتكر بقى الهدف طبعا انتوا فاكرينه لكن هنعيده تاني. شادي محمد كرة طويلة في عرض الدفاع التونسي لمسة من عماد مدعم مرتدة تصويب وجول جول 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 الهدف الأول للنادي الأهلي
محمد ابو تريكه يخطف الهدف، هدف غالي جدا، فرحه كبيره في الجهاز الفني للنادي الاهلي والمايسترو محمد ابو تريكه بكل تاكيد يفاجئ الجميع ويسجل الهدف الغالي، هدف قاتل، هدف تراجيدي. قلنا مشاهدينا الكرام ستكون النهاية تراجيدية، ستكون النهاية دراماتيكية على احد الفريقين، وهذه الكرة المرتدة يسارية قاتلة جدا من محمد ابو تريكة في شباك الحارس. وتاني وتالت ورابع، وان كنت ناسي افكرك، فاكر في 2012 لما جيت تعادلت مع الاهلي هنا 1-1 وراح الاهلي تونس عشان يعمل ايه في الترجي؟ نفكره. هذا متفق عليه، هذا متفق عليه، هو كرة ترجع للنادي الاهلي، ترجع الكرة مرة أخرى لوية السيد حمدي، السيد حمدي خطيرة جدا، السيد حمدي والهدف الأول، والهدف الأول النادي الأهلي عن طريق ناجي جدو، عن طريق ناجي جدو في وقت قاتل، في دقيقة 43 النادي الأهلي يتقدم 1-0 ويقلب مصير البطولة، 1-0 للنادي الأهلي على التوغل من اللاعب سيد حمدي، يحط الكرة لناجي جدو، وجدو في المرمى جول، 1-0 تقدم منطقي للنادي الاهلي، 1-0 للفريق القاهري. هنا الكره الطويله، هنا الخطاف في الدفاع وراء المدافع الهجري، سيد حمدي يعمل اكسلراسيون يهرب على الهجري، يحط كره في طبق والتسديده ممتازه، ولعب الخبره جدو يفتح بوابه التسجيل. اذا 1-0 للنادي الاهلي في الشوط الاول في وقت قاتل في الفتره الاولى، النادي الاهلي يسجل هدف التقدم. دقيقة روح انتصارية كبيرة لعباء الفريق المصري في هذه الفترة الأولى في هذا الفاينل، كرة ممتازة جدا هو ملعوب يجري، يرجع مشكلة للترجي بالوسط، خطيرة برشا، 2-1 وكرة خطيرة، وكرة من وليد سليمان والهدف الثاني، الهدف الثاني لوليد سليمان، الهدف الثاني بعد خطا كارثي في دفاعات النادي الأهلي اللي نقول يضمن البطولة بنسبة توصل 99%. النادي الاهلي كان افضل ما غير كلام، النادي الاهلي كان احسن بكثير اليوم، ترجي الغيابات ذبحته، الغيابات قلقته، وليد سليماني نحي الكره للاعب بن منصور يعمل كره ممتازه اللي قلت الورقه الجوكر للمدرب البدري ويسجل الهدف الثاني، يسجل 2-0 للنادي الاهلي. حتحكي الان معنويا بدنيا فنيا نفسيا، الكاس يذهب للقاهرة مع هذا الأسرار للنادي الأهلي، هدفي لصفر للنادي الأهلي. هنا الكرة ينحال بالمنصور، هل كان هناك خطأ أم لا؟ هل كان ممكن الحكم؟ وفي كل مرة يحققها النادي الأهلي وتأهل خارج الأرض يكون هو الأفضل، هو الأقدر، حتى بتعليقات العزيز عصام الشوالي الترجاوي الأهلاوي اللي بيبقى عاطفه متناثرة، ولكن هي لحظات نتمنى أن تتكرر، ولكن حتى لقدرها إذا لم تتكرر يظل الأهلي هو زين النوادي. بهذا نختم حلقتنا. دمتم للأهلي دائما ولا دام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في 9 مساء الاثنين القادم إن شاء الله مع زين النوادي.